أعزائي مشاهدي سيسات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم حوار ورسالة. النهاردة احنا في حلقة خاصة جدا، ويعني ضيف عزيز على قلبنا جدا جدا، هو سيادة النائب الأستاذ ماجد طوبيا. مناسبة زيارته، أو كمان كان ضمن الوفد المرافق لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الأخيرة إلى أمريكا واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. برحب بيك أستاذ ماجد. يا أهلا وسهلا أستاذ عادل، أهلا بيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أهلا، عايز أقول لك ألف مبروك، يعني النجاح طعمه حلو جدا ومذاقه أحلى من الحلاوة زي ما بيقولوا لله. يعني الحمد لله. إحنا كنا حاسين إن الرحلة دي هتنجح، وكان يعني كان معدل لها إعداد جيد جدا، مش بالاستقبال. الاستقبال دي حاجة معنوية، يعني حاجة اجتماعية بيننا وبين سيادة الرئيس، دي حاجة ما فيهاش، ودي خيار للشعب المصري اللي هو مقيم في أمريكا كله، هو يرحب بالرئيس، يطلع زي ما هو عايز، يعبر عن رأيه، احنا في بلد حريات يعني. بالظبط. لكن هو طعم النجاح، احنا كنا مستشعرينه ان دونالد ترامب كان بينه وبين عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان نسميها كيمياء، نسميها توافق في الآراء، نسميها توافق في القيم والمبادئ، وهي الحرب على الإرهاب. بالظبط. النجاح يعني انت حسيته في الخطوات كلها، وانت في البيت الابيض، وانت في الاجتماعات مع الكونجرس، وانت والرئيس السيسي برضو بيجتمع مع الاقباط او المصريين، في ناس ما بتحبش كلمه الاقباط يعني، لكن هي كلمه اقباط يعني مصريين برضو، نخليها مصريين عموما. بالظبط. فيعني في فخر المره دي، في حاجه حصلت، في تفاهم للوضع المصري، في الدوله المصريه قائمه بكل عناصرها موجودة وعلى الساحة السياسية بقوة، رئيس الدولة، ممثل، أعضاء مجلس الشعب، وأيضا وفد إعلامي رفيع المستوى، كل ده حس بطعم النجاح احنا حسيناه قبل ده كله. بالظبط. انقل لنا ايه اللي جواك كمواطن، وايه اللي جواك كعضو في مجلس النواب، وايه اللي جواك وانت مرافق لرئيس يعني يفتخر بيه كل المصريين، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني هو طبعا بكل تأكيد الرحلة دي جاية بعد سنين طويلة من الجفاء اللي كان بين أمريكا وبين مصر، الإدارة الأمريكية السابقة اللي كانت يعني احنا كنا حاسين بخطورة شديدة في مصر ان هي تكمل، فالحمد لله ربنا كرمنا واتغيرت الإدارة واتغير اتجاه الإدارة، فكان الزيارة دي تعتبر الزيارة الأولى الرسمية اللي فيها بيتحط فيها القواعد بتاعة العلاقة ما بين أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، وبين مصر. فبكل تأكيد احنا كنا حاسين بمدى أهمية نجاح الزيارة وتأثيره بعد كده على مصر. طبعا احنا يهمنا في النهاية ان تأثير الزيارة، نجاح الزيارة في الفترة اللي احنا كنا بنعد فيها لهذا الامر، كان امر في منتهى الاهمية، لانه الحقيقة احنا كنا وصلنا لمرحلة سيئة جدا في العلاقات ما بين الادارة الامريكية السابقة وبين مصر، وكنا بنحس بخطورة شديدة جدا. نتكمل، ربنا كرمنا، اتغيرت الادارة، وبالتالي الاهتمام بالعلاقة ووضع أسس ثابتة في الفترة اللي جاية كان في نصاب عيوننا، وعشان كده احنا كان مهم جدا ان احنا نرتب للزيارة كويس قبلها وأثناءها وبعدها. وانا يعني الحمد لله يعني احنا قدرنا في الفترة اللي قبل الزيارة ان احنا نمهد الجالية المصرية اللي كانت موجودة، جينا وقعدنا وحكينا مع الناس. طبعا الميديا الإخوانية شغالة 24 ساعة، وفي بعض المصريين المقيمين يعني اللي عليهم شوية ملاحيظ كده كان بيحاول انه يفسد الزيارة، لكن بكل تأكيد احنا حرصنا على نجاح الزيارة كان حرصنا على مصر وعلى المستقبل مصر. عشان كده الحمد لله احنا قدرنا نمهد تمهيد جيد للزيارة، وبكل تأكيد كلنا شفنا الاستقبال المحترم جدا اللي كان لرئيس السيسي، في سواء كان من الإدارة او سواء كان مصريين موجودين في الخارج اللي كانوا حريصين جدا انه جزء كبير منهم اللي يسمح ظروفه انه يكون في شرف استقبال الرئيس، وده يعني ده واجب، خصوصا الزيارة دي بالذات لأهميتها. أنا حاسس إن هي فعلا كان ليها دور كبير جدا في إنه نحط
بداية جيدة لعلاقة جيدة نجني ثمارها في المستقبل إن شاء الله. الإنتاج جيدة جدا من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، أثق إن الزيارة هيكون ليها مردود هايل على مصر وعلى اقتصاد مصر وعلى عودة مصر للدور الريادي اللي كانت بتلعبه على مستوى العالم، سواء كان العالم العربي أو العالم كله. بكل تأكيد الرئيس ترامب فاهم كويس جدا طبيعة المشاكل في الشرق الأوسط، فاهم كويس جدا طبيعة مشكلة الإرهاب والإرهابيين، وهو يقدر جدا الدور اللي وقفت فيه مصر قدام العالم كله وهي بتحارب الإرهاب لوحدها ولا زالت. وعشان كده كان هو فاهم كويس جدا ان رئيس السيسي واحد من الناس اللي قدموا روحهم على ايديهم، وهو مقدر جدا للدور المصري اللي قامت بيه مصر الفترة اللي فاتت. وعشان كده احنا نثق ان الفترة اللي جاية هيكون في مجال كبير جدا التعاون بين مصر والولايات المتحدة في القضاء على الإرهاب والإرهابيين بفضل ربنا ان شاء الله. تمام. كان في اربع وزراء، طبعا وزير الخارجيه ده واضح ان طبعا لازم تبقى في الشؤون السياسيه الموجوده ووزاره الخارجيه المعنيه بهذا الامر، فلازم تبقى مصاحبه لسياده الرئيس. لكن كان في وزير الاستثمار، وكان وزير الصناعه والتجاره، وكان وزير الماليه. كان في اتفاقيات، يعني كان في على هامش الزياره كان في اجتماع مع صندوق النقد الدولي وايضا مع بعض المستثمرين سواء كانوا اجانب او كانوا مصريين موجودين بالخارج. ايه مدى التفاهم اللي كان موجود بين الرئيس السيسي وهذا الوفد وكل المجموعات اللي انا قلت عليها دي اقتصاديا؟ يعني اقول لحضرتك طبعا بكل تاكيد يعني لا يخفى على احد ان مصر انهكت اقتصاديا في الفتره اللي فاتت. اكيد احنا يعني يمكن كنا تعبانين، لكن بكل تاكيد قرار تعويم الجنيه في الفتره الاخيره اصاب المصريين اصابه شديده جدا، سواء كان في دخولهم او في مستوى الاسعار. يعني حضرتك تخيل انك انت معاك 1000 جنيه صحيت الصبح تاني يوم لقيتها 500 على طول بقت النص. الحاجه التانيه كمان والاصعب كمان ان مش كده، لا ده انت صحيت الحاجه اللي بتشتريها بجنيه بتشتريها ب2 جنيه. لو حسبتها هتلاقي ان كده الدخل بتاعك نقص تقريبا 75% تقريبا، يعني لو حسبتها حسابيا كده. فانت تعويم الجنيه هزة اقتصادية غير عادية بالنسبة للمواطن المصري، حس بيها بطريقة عنيفة جدا. مستوى الدخل قل، الأسعار زادت، والقصة محتاجة علاج سريع. تمام. لأنه فعشان كده الرئيس لما يكون الوفد مشكل من وزير مالية أو وزير استثمار أو خلافه وكل الاتجاه ناحية رسالة واحدة بس، هو ان احنا فعلا محتاجين ان اقتصاديا مصر في الفترة اللي جاية يكون فيها نوع من الدعم الكبير العالمي للاقتصاد المصري، لان مصر وبقاء مصر وازدهار مصر في ضمانة كبيرة جدا للعالم كله في الفترة اللي جاية في استقرار، واستقرار مصر ضمانة الميزان للعالم. تمام. يعني دي رسالة لازم امريكا فهمها، او عالم الشرق الاوسط على الاقل، يعني العالم كل، لا العالم صدقني، يعني على الاقل امنيا في المجال الامني الشرق الاوسط امنيا امنيا. مصر انا عارف ان مصر مكانتها مستوى العالم المصري برضه يعني ده، يعني مصر امنيا لو سقطت العالم يسقط، انا يعني انا متاكد من كده، المعلومه قلب العالم يعني، لان التعامل الامني اللي تتعامل بيها اجهزه الامن مع الارهاب والارهابيين لو مكنوا من مصر هيتمكنوا من العالم. فالرساله اللي احنا كنا يعني بناكد عليها ان دعم مصر اقتصاديا في الفتره اللي جايه امر في منتهى الاهميه في منتهى الخطوره، واحنا محتاجين ليه جدا في الفتره اللي جايه بإذن الله عشان نقدر نقف على رجلينا ونقدر نشم نفسنا، والمواطن المصري المنهك المتعب الموجوع اللي محتاج دعم من كل العالم وخاصة الولايات المتحدة. تمام.
النظرة الاقتصادية في الحل الاقتصادي مختلفة المرة دي. يعني كل مرة أعتقد الرؤساء السابقين كانوا بيأكدوا على الدعم من منظومة المساعدات. المرة دي مختلفة، المرة دي أنا جايب وزير المالية وبعمل اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي علشان أكمل الاتفاقية، وفي نفس الوقت أنا بقابل مستثمرين. الـ 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 يعني العلاج مختلف. اللي تستشف بيه بشاير للمستقبل، ان هل في تعاقدات حصلت، هل في حاجه حصلت بالنسبه للاقتصاد، بالنسبه للمستثمرين، وبالنسبه للنقد الدولي، عايزين نزفها للمصريين ونقول ان فعلا ان احنا هنشوف حاجات في خلال اشهر قليله، في حاجه يعني كده 10 20% زياده. انا حاسس ان رئيس الوزراء دلوقتي بيعمل قرار بزياده المرتبات من 10 او 15 او 20%، بيبحث الامكانيه، ودي بشاير، يعني دي من ضمن البشاير. بس احنا عايزين من ضمن اللي كانوا قاعدين في المجموعة نفسها يقول لنا، مش احساس بس، هل في اتفاقيات حصلت بين المستثمرين؟ هل صندوق النقد الدولي مرتاح لان يدي القرض كله لمصر بكل اجراءاته على مدى السنين اللي جاية؟ حضرتك تنقل البشارة دي للمصريين عموما. اتفضل. بص حضرتك، يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انه تنمية اقتصاد مصر بكل تأكيد الفترة اللي جاية بيعتمد على استثمارات خارجية، في نفس الوقت استثمارات داخلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. الفترة اللي فاتت رئيس السيسي كان مركز كل تركيزه في السنتين اللي فاتوا في انه يعمل البنية الأساسية للاستثمار. مظبوط. يعني هدو صح حضرتك، تلاقي ان في شبكة طرق اتعملت، في الكهرباء، مشكلة الكهرباء اتحلت، اتعمل المحور بتاع قناة السويس، ابتدينا نعمل قانون الاستثمار، ابتدينا نشتغل في قانون الضرائب عشان نحاول بقدر الامكان نجذب المستثمر الخارجي. تمام. وده جزء كبير من المعول عليه في ان احنا يكون عندنا نهضه اقتصاديه صناعيه في الفتره اللي جايه. تمام. الجزء المهم جدا واللي انا شايف لازم نهتم بيه واللي انا بنادي بيه وكنت الحقيقه بتكلم اكتر من مره، في ان احنا عندنا بطاله شديده جدا في مصر. عندنا ما يقرب من 11 مليون عاطل في مصر، شاب عاطل موجود جاهز للعمل. وإن إحنا محتاجين كمان نعمل بجانب المشروعات الضخمة اللي إحنا متوقعين إن هي تكون من المستثمرين الأجانب، إن إحنا نعمل مشروعات صغيرة برؤية كبيرة. تمام. يعني أنا هدي حضرتك مثل بسيط. يعني إحنا عندنا مصانع سكر في مصر، مصانع سكر القصب في مصر، عندنا حوالي 8 مصانع في الصعيد. المخلفات بتاعت مصانع القصب تقدر توفر لنا على الأقل 10 12 مليار دولار استيراد لو احنا استخدمنا مخلفات مصانع القصب بس. احنا بنستورد ب 80 مليار تقريبا. نقدر يعني نوفر من 80 مليار حوالي 12 مليار من الـ80 دول لو استخدمنا بس الخامات بتاعت المخلفات القصب اللي بيطلع منهم 24 منتج. احنا بنستورد ب 3.8 من عشرة. هل في دراسة لده؟ في دراسة لده؟ في دراسة مقدمة. كان عندنا كان زميل عزيز النائب محمد عبد العزيز الغول. تمام. كان قدم دراسة لرئيس الوزراء، وكنت انا موجود ساعتها في بيقدمها له، انه في 24 منتج ممكن انتاجه، منها الورق ومنها الخشب ومنها العطور ومنها الملاس. يعني في حاجات كتير جدا ممكن انتاجها وتصديرها كمان بعد ما هنكون اكتفينا. الورق احنا بنستورد ب 3.8 من عشرة مليار دولار. تمام. حضرتك تخيل انه ممكن مصانع القصب تنتج الورق ده، ومن خلال الورق ده انا بعمل صناعات تكميليه بحيث ان انا اشغل الشباب، فباخد مناطق انتاجيه في الصعيد 500 فدان من الدوله، وابتدي اعمل فيهم وحدات صغيره زي فكره الصين كده، وادرب الشباب وادي الشاب قرض، مش هديله فلوس، هديله وحده انتاجيه بمبلغ معين، ب 200 مليون، ب 200 الف، ب 300 الف، واحسبها له بعد، وابتدي ادربه ازاي ينتج. وفي النهايه الوحده الانتاجيه تنتج لي صنف واحد بس، هتوقف عن استيراده. زي ما قلت لحضرتك الكشاكيل، 3 مليار
وتمانية من عشرة بنستوردهم مليار دولار دولار، استطيع ان اتوقف عن استيرادهم بانتاجهم. تمام. بس كل الفكرة ان انا اتبنى كدولة هذا المشروع الصغير برؤية كبيرة واعمل المشاريع دي على مستوى الصعيد. ما هو الدولة مش هتقدر يعني، برضو خلينا واقعيين، لكن ممكن رجال الاعمال هم يتبنوا بدعوة من الرئيس السيسي، وده انا قلتها في مرة. حضرتك في 200 مليار دولار الرئيس قصدهم للمشروعات الصغيرة في مصر. 200 مليار جنيه. 200 مليار سوري 200 مليار جنيه. اللي هم 10 مليار دولار يعني. ال 200 مليار دول نقدر نعمل بيهم مناطق انتاجية، نقدر نحل مشكلة، وهو مخصصة أساسا هدفها الأساسي هو مشروعات صغيرة. وأنا عندي لابد يكون عندي مشروعات كثيفة العمالة عشان أقدر أشغل بيها ال 11 مليون الناس اللي نايمة في البيت. تمام. الشاب اللي هو يعني يا إما هيتجه للإرهاب، يا إما هيتجه للمخدرات، يا إما هيتجه إنه يكون عنده مشكلة نفسية وطبعا يعني أعالجه نفسيا. في حاجات كتير جدا ممكن أستخدمها، أنا عندي القوى البشرية موجودة بكثافة شديدة جدا في مصر، وبالتالي أنا محتاج أستخدم الطاقة البشرية اللي موجودة عندي برؤية دولة. الصين بتعمل كده، ما الدولة هنا يبقى نظام وسيط، ما يبقاش نظام مسؤول يعني، ده داخل على رأس مالية رأس مالية، مش عايز الحاجة الوسط. أصل هو تمويع الأشياء يعني أنا لا اشتراكي ولا رأس مالي، يا إما أن أنا أكون رأس مالي أو اشتراكي، ما اختارش بين البنين. اللعب بين البنين احنا جربناه على مدار السنين اللي فاتت كلها، أنا مش ما أنتجش حاجة. الشاب لما هتديله وحدة دي وحدته، ده مشروع وقت راس مالي، انا معاك في ده مشروعه. تمام. ده هو بيتخصم القسط بتاعه الشهري من الانتاج الشهري بتاعه، وفي النهايه بتنتقل ملكيه الوحده الانتاجيه دي من الشاب، من الدوله للشاب، لانه خلاص دفع ثمنها، وبالتالي انا بساعد الشاب انه ينتج وبديله حافز. بالعكس، ده انا لو نجح الشاب معايا انا ممكن اوسع له انتاجه، وبدل ما بديله وحده اديله وحده راسيه تاني، اساعده في ان هو يبني وحده تاني ويزود انتاجه ويزود ملكيته. لو هو نجح في كده يبقى انا بشجع الانتاج، ما من ربحيته، لكن الدوله هتساعده في الاول في المحيط يعني، مش هتبقى في الكل، مش هيبقى 100%، لكن هتبقى 80% والبنك مش الدوله يعني هو الدوله مش بتمول، البنك هو اللي كمان بيخش يبقى. لكن بضمان الدوله يعني، انا داخل مين اللي عنده ضمان دلوقتي ممكن ياخد بيه قرض 300 و400 الف جنيه مصري؟ لا، في حضرتك في دلوقتي في تامين، في شركات تامين يعني. اقصد لو انا ما معيش عقار او ما معيش حاجه تضمن، ما هو ايه الضمانات يعني بالنسبه لمشروعات الشباب الخاصه بالمشروعات الشباب الفتره اللي فاتت دي؟ الى حد كبير الدنيا بسيطه جدا ومش كبيره، واحيانا بيبقى المشروع ضامن يعني. انا كدوله المشروع نفسه هو اللي ضامن. انا كدوله لو انا عامل مشروع برؤيه معينه، ما انا الوحده بتاعتي موجوده في مكاني. تمام. وممكن اديها للشاب حق انتفاع الى ان يثبت جديته، واذا ثبت جديته املكها له. يعني هناك حلول كثيره جدا تساعدني ان انا اتخطى مرحله ان انا بستورد ب 80 مليار وبصدر ب 22. انا لازم في لحظه معينه اوصل بال 22 دي ل 40 ل 50 وانزل بال 80 دي شويه. تمام. بحيث ان يحصل نوع من التوازن. ما انا لازم اجذب الاموال من الخارج باي طريقه. كان ليا فكره يمكن طرحتها من حوالي 4 أو 5 أشهر، وهي جذب الاستثمارات ازاي. قلت ان لو اضطر رئيس الوزراء او مستشارين الرئيس انهم يتصلوا شخصيا برجال الاعمال اللي موجودين، سواء كانوا مصريين او اجانب، على حسب السفارات ما بتقول الاسماء بتاعتهم، وجمعنا 10,000 واحد، ان كل واحد يحط مليون دولار كرصيد في البنك المركزي، رصيده بتاعه هيحطه كوديعه، وهو له الاولويه في المشاريع اللي والتخفيضات والضرايب وكله. انا كده بجمع 10 مليار دولار في خلال اشهر بسيطه جدا، هتبقى قد صندوق النقد الدولي ده بكتير، والوديعة دي تتحط ب 2% 1.5% على حسب الاقتراح من وزارة المالية نفسه.
ما اعرفش الاقتراح ده ممكن يعني يوصل لغايه فين من مدى، لكن انا مش لاقي له صيت يعني طبعا في وسط الزحمه دي. فانا بكلفك ان انت تقول هناك في وسط البرلمان احتمال ان يكون فعلا في 10,000 واحد جاد من المصريين الخارج مصر ممكن انهم يحطوا $1,000,000 كوديعه، بحيث ان يبقى له الاولويه في اي مشروع يقدم عليه يبقى هو له الاولويه، فما بقاش يعني ما بقاش في الطابور اللي يقول له فوت علينا بكره يا سيد والكلام ده كله. أكيد. ويبقى هو قدم السبت والحد والاثنين يبقى مستني الثلاث زي ما بيقول. يبقى احنا مشروع يبقى في يعني كلام زي الفل، بس هو الفكره انه دايما وقت ما جبان، فاحنا برضو في مصر لازم نهيئ مناخ الاستثمار. تمام. يعني ده دور الدوله، مهم جدا ان المستثمر اللي جاي يكون مطمن وهو بيحط فلوسه في البنك ان هو يقدر يطلعها، او ان هو يعني النهارده انا ما ينفعش ان انا اخلي المستثمر جاي عندي وخايف لحسن اقفل عليه ما يقدرش يطلع فلوس. ده مهم جدا، لازم يكون في نوع من التشجيع، ان انا مثلا لو هو عايز يعمل مشروع هدي له قد بلاش، هدي له سنين اعفاء، هدي له الاولويه بلاش اي حاجه بلاش، هدي له الاولويه يعني بس. لا هو النهارده حضرتك المستثمرين في الصعيد اعفاءات ضرايب 3 سنين 4 سنين 5 سنين كده، المستثمر في الصعيد في المناطق الصناعيه في الصعيد بياخد الارض ببلاش مثلا. ف يعني انا اقدر ادي المستثمر الى حد كبير شويه حوافز بحيث انه اطمنه، في نفس الوقت بكل تاكيد المناخ السياسي في مصر والامان، وبكل تاكيد الفتره اللي فاتت يعني مستوى الامن في مصر ارتفع الى بدرجه كبيره جدا. يعني احنا عدنا الى قواعدنا الحمد لله، في الشارع تقدر تمشي وتقدر تتحرك في اي وقت في اي مكان بحريتك، ما فيش اي مشكله ممكن تحصل. ده وضع احنا عايشينه، كنا مش قادرين، احنا ما كناش عارفين نمشي في الشارع بالظبط. يعني في فتره معينه ما كانش ينفع كان زحمة جدا تمشي يعني. فيها في الشارع تخاف انه تحصل مشكله. تمام. حد هو ما زال يعني ما زال في مشاكل، انا مش عايز اقول الدنيا امان 100%، لكن بس نسبه الامن عادت وبكثافه شديده. تمام. الامن بيتحرك في الفتره اللي فاتت بقوه شديده وقادر يفرض سيطرته على المدن المصريه بكفاءه شديده جدا. تمام. الاحساس الاقتصادي واضح ان حضرتك من اجابات حضرتك ان يعني في تفاؤل فوق العاده من اللقاءات الاقتصاديه اللي عملتوها في واشنطن. نرجع للملف السياسي. الملف السياسي مصر محطوطه فين؟ هل هي حليف استراتيجي ولا هي حليف ولا هي صديق ولا هو على حسب الهوى، يعني على حسب هوى الرئاسه على حسب الاداره، واحنا نسيب ده للظروف. يعني في كيمياء، في اتفاقيات في القيم والمبادئ بين الرئيس والرئيس، لا احنا عايزين نبقى دوله مؤسسات، يعني احنا نبقى عايزين متواجدين دايما، مش عايز اقول على مدار ال 24 ساعه في 7 ايام في الاسبوع، على مدار السنه كلها، كل السنه نبقى على مدار السنه في اتفاقيات شغاله، في وفود شغاله رايح جاي. وانا يمكن لما لقيت ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لما نزل مصر امبارح تقريبا الحمد لله على سلامه طبعا، بيعمل تاني يوم لقاء مع اعضاء وفد من الكونجرس، قال انت كنت في الكونجرس، في كده بقى ايه اتفهم الموضوع بالزبط. ان الموضوع بيبقى في تواصل بالظبط. وصل لكم ازاي ده وهتعملوه ازاي، وهل الوزراء فعلا هيبقوا على يعني مش عارف الحكومه ليه الناس شاكه في مقدرتها على التواصل في هذه المناحي يعني هو ذكاء طبعا مننا في الفتره اللي جايه ان احنا نقدر نستغل جو العلاقة الإيجابي اللي موجود بين رئيسين، ونحوله من جو علاقة بين رئيسين إلى علاقة بين دولتين. تمام. القصة دي بتحتاج بناء علاقات على أسس ثابتة وعلى أسس سليمة، ونتمنى أن هي تكون صداقة، وبكل تأكيد لابد أن يكون في منفعة متبادلة. تمام. ما بين الدولتين، سواء كان مصر مستفيدة، وبكل تأكيد أمريكا يعني اكيد هتبقى محتاجه ان هي يعني يكون في اخذ وعطاء من الجانبين. العلاقه دايما الناجحه هو اللي فيها نوع من التبادل ونوع من الاحترام المتبادل طبعا. فاتمنى ان مصر تستغل العلاقه المفتوحه بين الرئيسين عشان تتحول الى علاقه ثابته بين دولتين. طبعا نتمنى انها تكون صداقه، نتمنى انها تكون احترام، نتمنى انه يكون تبادل،
للمصالح للدولتين، وان ما يكونش في نوع من التبعية، لكن يكون في نوع من العلاقة المحترمة اللي كل واحد فيها بيحترم الآخر، سواء كان خصوصياته، سواء كان انتماءاته، سواء كان مصالحه، لكن في النهاية احنا بنكمل بعض. ومصر محتاجة لأمريكا، أمريكا محتاجة لمصر. في النهاية الدور المحترم اللي ممكن تقوم بيه مصر في المنطقة مهم جدا بالنسبة لأمريكا، وبقاء مصر قوية اقتصاديا وأمنيا ده دور بكل تأكيد بيضمن سلامة المنطقة وسلامة الأمن القومي العالمي. أنا بأكد مرة تاني، في نفس الوقت كل ما كانت مصر قوية كل ما هتقدر تأثر إيجابا على كل الدول العربية اللي موجودة حوالين منها، خصوصا الدول العربية اللي موجود منها جزء منها كبير محتاج إعادة بناء، ومصر يكون ممكن يكون لها دور كبير جدا الفترة اللي جاية في التأثير على سواء كان ليبيا، سوريا، خلافه من البلاد واليمن اللي محتاجة ان هي تتبني. تدعم وتتبني في الفترة اللي جاية. تمام. اقتصاديا انا مش قلقان على مصر، لان في خبرات اقتصادية رائعة في مصر، ويمكن نقول ان تعويم الجنيه رغم انه تأخر جدا يعني، والناتج بتاعه طبعا احنا شايفينه ان الدولار دلوقتي ب 18 جنيه ويمكن تجاوز 18 ونص في بعض الاحيان، لكن كنا بننادي بيه وهو كان الدولار ب 11 وب 12 وب 13 على اساس ان هو يعني يبقى التاثير ما هوش التاثير السلبي ما هوش قوي على المواطن المصري، لكن هو نقول ربنا اراد ان هو يتحط في المواعيد دي كلها. بالظبط. الجانب الاقتصادي احنا مش قلقين عليه، لان احنا مش عايزين معونات، مش عايزين مساعدات، احنا عايزين استثمارات، وعايزين نشغل ناس، وعايزين نشغل المصريين، وعندنا قوة عاملة لا بأس بها، ممكن في بعض معاهد التدريب تبقى موجودة، ودي هتبقى يعني التعليم الفني لازم يبقى مدرج في الخطة الوزارية الجديدة او القديمة او غيره، انه يبقى فيه اهتمام بيه اكتر من كده. يعني اتعمل له الاول وزارة لوحده وبعدين اندمج التاني مع الوزارة. انا ضد ان يبقى فيه 80,000 وزاره، انا عايز كلهم 10 وزارات ولا 11 وزير ويديروا المنظومه، ويبقى فيه كله بقى وكيل ومش عارف ايه وحاجات كده، تبقى يمكن اوفر في المصاريف شويه. بالظبط. لكن اللي انا عايز اقوله التعليم الفني في مصر واخد سمعه مش حلوه، والتعليم الجامعي هابط المستوى، فالمعادله دي نحلها ازاي؟ هل وزاره التعليم هي اللي تقدر تحلها؟ وطبعا اللي في المشكله ما بيقدرش يحل. ايوه. والحكومه مش هتقدر تحل، مين اللي يحل من مشكله التعليم؟ بص حضرتك، بكل تأكيد المنتج اللي طالع من التعليم بيطلع حاجة السوق مش عايزها، بدليل ان احنا عندنا كم من الحاصلين على البكالوريوس بعشرات يعني بالملايين موجودين في البيت ما لهمش مكان. يعني انا بتألم جدا جدا من كم الناس اللي بتجيني بتطلب وظائف، وبحاول بقدر الامكان، لكن اللي فعلا المتاح فعلا هو الحاجات اليدويه. يعني عندنا احتياج شديد جدا للوظائف اليدويه، الانسان بيشتغلها بايده. يعني عندنا حد مثلا، كنت بحكي مع حد من الناس اللي شغالين في القرى السياحيه والكومباوند، قال لي هات لي 5000 واحد في واحد عينهم لك النهارده، هات لي عامل امن، هات لي عامل نظافه، هات لي جنايني، هات لي سواق، هات لي حاجات ناس بتشتغلها بايديها، 5000 عينهم لك النهارده، احنا محتاجين ومش لاقيين. عايزين حد شيف، عايزين حد في كافيتيريا يشتغل يقدم مشروباته وخلافه. مهن كلها محترمه، كلها مهن محترمه، ما احنا ما اتدربناش عليها، لكن كده اللي بياخد بكالوريوس بيحس طبعا بان هو مش معقوله ياخد بكالوريوس واشتغل عامل امن او موظف نظافه او عامل جلايني او سواق وخلافه، وبالتالي المنتج اللي بيطلعه لي منتج مش محتاج السوق. وبالتالي انا لازم اغير اتجاهي، ان المنتج اللي محتاجه السوق هو اللي انتجه، وده طبعا بكل تاكيد موجود في الملابس الفنيه سواء كان زراعيه او صناعيه او تجاريه او خلافه، لكن في النهايه لابد ان احنا نهتم جدا بالتعليم الفني، لان هو ده اللي احنا كمان بنطالب قاعده العمل. يعني لو انا بتكلم عن مشروعات صغيره، تمام، ما انا بتكلم عن مشروعات انتاجيه، وبالتالي انا محتاج للمدارس الصناعيه، انا محتاج اطلع فعلا
منتج قادر على انه لما ادخله في مشروع صغير يبقى فاهم يعني ايه صناعه، وفاهم يعني ايه زراعه، وفاهم يعني ايه تجاره. يعني الحاجات دي لازم نرفع، نغير ثقافه المجتمع، انه فعلا النهارده انا مش محتاج اخد بكالوريوس، انا محتاج اخد حاجه تساعدني ان انا لما ادخل سوق العمل الاقي مكان فيه، وفي نفس الوقت اقدر ابقى فاهم وانا شغال ازاي انا ممكن في وانا واخد دبلوم صنايع ان انا ادخل اخد مشروع صناعي انتج فيه واكون انجح بكتير جدا من الشخص اللي واخد بكالوريوس وملهوش مكان في هو سوق العمل. البكالوريوس طبعا مفضل ان هو يتعلم بكالوريوس، بس هو الاعداد الغفيره اللي خارجه من تجاره وحقوق واداب وحاجات كده هي دي اللي عامله قلق، وعامله ان مفيش فرص ليها، لان هي تعتبر بكالوريوس تقليدي زي ما بيسموه تراديشن. لكن طبعا الطب ليه مجاله، الصيدله ليها مجالها، انا اقول ودول لحضرتك قليلين اوريدي حاجه، يعني. هو يعني مجانيه التعليم يمكن بتساعد شويه ان الناس تكمل. المجانيه بالنسبه للمواطن، لكن الدوله بتدفع ثمنها، وطبعا الدوله امكانياتها محدوده فهي بتكلف الطالب اقل من المستوى، فعشان كده في الاخر خالص المنتج بيبقى اقل من المستوى خريج في اي حته تانية. لكن المستوى التعليم الجامعي في اي بلد بيبقى من 7% ل 10%، واحنا ما تخطيناش ده. بالظبط. احنا برضو في مصر ما تخطيناش الاعداد دي رغم كل الاعداد اللي بتتخرج، بس سوق الـ يعني الـ 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 الحشد في حاجات انا مش عايزها، ودي برضو مسؤول عنها إدارة الجامعة مع وزير التعليم العالي مع الدولة. يعني لازم يبقى في المشكلة ان انا اعمل بكالوريوس، مثلا عملوا حاجات زمان اسمها بكالوريوس تعاون علشان الوظيفة، اللي هو بيبقى مؤهل متوسط لما يجي يعادل وياخد الكادر الإداري بيروح ياخد 4 سنين في معهد التعاون ياخد بكالوريوس محاسبة. دي عملوها زمان زمان قوي، وكانت بيسموها بكالوريوس تعاون زي بكالوريوس تجاره. انا موافق على حاجات زي كده، ممكن انها تتعمل على المستوى الفني لما يطلع للمعاهد زي اعداد قاده وحاجات زي كده، ودي برضو بتشجع للفني نفسه. لكن البكالوريوسات نفسها موجوده، اما مش هتخرج 150 الف محاسب وانا مش عايز غير 30 الف مثلا او 20 الف، فدي اللي يحدها الجامعات مع الحكومه نفسها. لما طلع ناس على قد السوق دي خطه لازم تتحط، الخطه دي ما هو وزاره بوزاره، مين اللي بيحط الخطه؟ ما هو في وزاره التخطيط بتحط او وزير او رئيس وزراء او رؤيه رئيس دوله او رؤيه برلمان، فكل ده لازم يبقى متكاتف مع بعضه. انا عارف ان احنا نكاد نكون ان احنا بنبدا من الصفر تاني، لاني اعتقد ان الرئيس الاسبق حطنا في الجراج لمده 30 سنه، فاحنا لا كنا بننتج ولا كنا بنعمل، وسايب الحال زي ما هو عليه، واللي بيخرج بيخرج، واللي محتاج يعني في وظائف في بكالوريوسات كانت بتبقى قليله جدا، وكان الطلب بيبقى عليها زياده جدا، وكان اسعارهم عاليه جدا، وفي بكالوريوسات مع ان ده بكالوريوس وده بكالوريوس في الاخر. بالزبط. يعني ما هو في الاخر بذل نفس المجهود، قضى ال4 سنين او ال5 سنين على حسب، وفي الاخر طلع ما لقاش شغل، لكن التاني علشان حظه انه فهم شويه في سوق العمل ما توجهش فابتدى يتوظف. ده كله ده مشكله دوله. يعني اذا كان حضرتك انت عارف في امريكا هنا محتاج لسوق العمل، لو عايز يخرج 100 الف طبيب فهو بيخرج 100 الف، ما بيبقاش 100 الف واحد، يعني الواحد ده تفرق معاه قوي لانه مش هيلاقي له مكان فما بيخرجوش من اساسه. بالظبط. هو مصر لازم تبقى كده. هل مجانيه التعليم لما الغيها في التعليم الجامعي هبتدي ادور ان انا ادفع فلوس فلازم اعوض أخطأ. الفلوس دي؟ طبعا. طيب طبعا. هل مجانيه التعليم كده ما انت هتحرم الطبقه الفقيره او الطبقه المتوسطه من التعليم الجامعي؟ يبقى لازم عشان ما تعمل يعني يبقى في منظومه متكامله، ده اللي انا اقصده. لو هتلغي مجانيه التعليم يبقى بتدي مكان للتفوق، والتفوق ده يبقى بدرجات. يعني ما هو يعني 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 ده جزء، ده جزء. يعني هو في اي مكان في العالم، في اي مكان في العالم التعليم مجاني حتى نهايه الصف الثانوي. بعد كده عايز تكمل جامعه، جزء من اللي ممكن يخليك تكمل جامعه التفوق. تمام. لو انت فعلا متفوق الدوله تدعمك، في نفس الوقت ما تبقاش القصه سداح مداح. ما احنا النهارده انا اقول لحضرتك حاجه، صيدله مثلا، حضرتك تخيل انزل اي مدينه اي قريه وقيس 100 متر هتلاقي صيدليه، بعدها 100 متر صيدليه، بعدها 100 متر صيدلية. اصبحت الصيدليات زي السوبر ماركات لدرجة انهم مش شغالين،
لدرجه ان الشخص النهارده الصيدلي اللي مش شغال في ادويه المنشطات والمخدرات هيقفل يتخرب بيته، مش مكفي يعني. وبالتالي المشكله انا بعملها، انا اقدر اوجه سوق العمل او التعليم لسوق العمل، وانا محتاج جدا للاستثمار والصناعه والاستثمار في الصناعه في الفتره اللي جايه. فانا لازم اوجه كدوله اتجاه التعليم بتاعي عشان اقدر في النهايه لما يطلع لي شخص اعرف اشغله زي ما حضرتك بتقول، ما يبقوش 100,000 واحد، ده احنا عندنا 11 مليون واحد مش عارفين نوديهم فين. تمام. يعني مش محدش طالبهم كل يوم عايزين يشتغلوا، الشباب احبط، وانا مش هزعل من شاب موجود بعد ما خلص تعليمه ابوه باع اللي وراه اللي قدامه عشان يعلمه، انه يزعل من الدوله او انه يعتب على الدوله او انه يعني يتجه اي اتجاه تاني وانا سايبه فاضي. فلازم يكون في حل فعلي، اكون مرتب صناعات معينه واستثمارات معينه في اتجاهات معينه، وابتدي اوجه التعليم بتاعي عشان يلبي لي هذه الاحتياجات، بحيث ان الشاب يطلع معد لسوق العمل اخده اشغله على طول. ده لازم يكون خطه الدوله، وزي ما حضرتك قلت وزاره التخطيط، وزاره التخطيط لازم تشتغل، ووزاره الصناعه لازم تشتغل، ووزاره التربيه والتعليم لازم تشتغل، ولازم تعليم عالي يشتغل، والناس كلها تحط خطه عشان نتغير. ما احنا كده مش هينفع. المستوى الاقتصادي اعتقد ان في رضا من الزياره دي ان في حاجه هتتغير على المستوى الاقتصادي في مصر. اكيد. وعلى المستوى السياسي واضح يعني طبعا التوافق بين الرؤى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي دونالد ترامب. بالظبط. في محاربه الارهاب. نخش لحته الارهاب. يمكن بعض الناس بتقول ان مصر بتحارب الارهاب. انا مش مع النقطه دي، مصر بتحارب الارهابيين. صحيح. تمام. صحيح. لكن ما بتحاربش الارهاب. صحيح. لان الارهاب ده معناه ان انا بحارب الفكر المؤدي الى الارهاب. انا ما بحاربش ده. وما بقربش ناحيته. صحيح. وسايبه للحريه الشخصيه او سايبه لحريه المؤسسات. بالظبط. امتى المصريين يدركوا قياده سياسيه ان هنا لازم يبقى في حسم للامور دي، وان الثقافه ما ينفعش تتساب. الحريات مطلوبة لكن الحريات بالنسبة للنازية حتى موجودة في أمريكا هنا، إنك أنت لما بتيجي تملى أي ورق يقول لك أنت لك فكر نازي، فأنت ممكن يقول أنت لك فكر إخواني، حضرتك معتبر إن الإخوان حركات إرهابية. بالظبط. فأنت لو في الورقة تقول له أنت لك فكر إخواني يبقى يحاكم على ده، لو اتضح لي في مدى حياته إن هو بيتجه الاتجاه الإخواني أو الاتجاه التزمتي أو الاتجاه اللي هو بتاع قتل الاخرين ده لاي سبب لانه مش متفق معاهم في الراي، فيحاسب على ده. طيب. فيعامل معامله النازيه. مفيش حاجه من دي حصلت. احنا ما بنحاربش الارهاب. انا مع حضرتك، انا مع حضرتك طبعا. الحنفيه لا زالت مفتوحه، ولا زال انتاج الفكر الارهابي موجود في مصر، اللي انتقل مع انتقال المصريين من السعوديه. الفتره اللي عاش فيها جزء كبير جدا من المصريين كانوا بيشتغلوا في السعوديه، وكان الجو كمان رئيس السادات كان سايب المجال مفتوح للجامعات الاسلاميه في الجامعات المصريه. عامل ديل. بالظبط بالظبط. كان عامل ديل. كان عامل ديل عشان يقضي على الاشتراكيين. بالظبط. على اساس انه كان في شيوعيين هناك في فتره في الاشتراكيين، ما كان اسمها كان في شيوعيين موجودين. بالظبط. كان عايز يقضي على الشيوعيين من او بالجامعات، وسمح للفكر الوهابي انه يتوغل داخل المؤسسات المصريه لدرجة صعبة يعني. دي لازم نعترف بيها، ولازم الدولة تحط حلول، سواء كانت على مستوى المؤسسات الدينية أو على مستوى المؤسسات الثقافية أو على مستوى المؤسسات التعليمية. يعني التلات حاجات دول لازم نحط أسس ليهم، ولازم يكون في مواجهة حقيقية هدفها القضاء على الفكر الإرهابي اللي بيولد الإرهابيين. أنا النهاردة أنا معايا مساحة وبمسح الأرض وسايب الحنفية مفتوحة، فأنا كده مش هينفع. يعني لازم نوصل لمرحلة إن احنا نقفل الحنفية عشان يتوقف التدفق الإرهابيين على مصر. وبالتالي لابد يكون من مواجهة جادة جدا مع
الفكر الإرهابي مع الفكر الوهابي بمنتهى الصراحة والوضوح. ولابد أن الرئيس اتأكد مرة واثنين وثلاثة وعشر أمام كل العلماء أنه لابد أن احنا كلنا نتكاتف في مواجهة هذا الفكر الإرهابي، ولابد أن الأزهر يكون له دور، والكنيسة يكون لها دور، الجامعات والمؤسسات التعليمية يكون لها دور، والمؤسسات الثقافية كمان تكون لها دور. ده جزء زائد تطبيق القانون. يعني هنرجع ونقول انه ربما قصة الثقافة وقصة التعليم وقصة مواجهة الفكر الإرهابي يحتاج لبعض من الوقت يعني، لكن تطبيق القانون كمان لازم يكون ملازم النهاردة، ان كل من تسول ليه نفسه انه يعتدي على حرية الآخر أو يعتدي على حياة الآخر لازم يطبق عليه القانون بكل تأكيد طبعا. وده الحل المؤقت، لكن أنا كدولة لابد يكون عندي حل النهاردة وحل كمان سنتين ثلاثة وحل كمان 30-40 سنة، ولازم أمشي في الثلاثة مع بعض بحيث أن في النهاية نوصل لمرحلة فيها نقضي على الإرهاب من أساسه، ونعرف إيه المشكلة ونعالجها عشان نبقى في النهاية في نتيجة، وإلا إحنا يعني إحنا بنمسح الأرض اللي على البلاط بمساحة وسايبين الحنفية مفتوحة. تمام. العائق الرئيسي في إن أنا ما نفذش ده، طبعا لابد، ما مش ممكن يكون رئيس دولة متفتح زي عبد الفتاح السيسي ووزراء بيستنزفوا يعني دماء أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين ايضا، وفي الاخر مش قادرين نقفل الحنفيه الا اذا كان في عائق، وعائق عائق صعب انه يتقفل في الوقت الحالي او جه الوقت. ايه اهم عائق ان احنا نقضي عليه بحيث ان نبتدي نقفل في الحنفيه؟ العائق الاساسي يعني. يعني العائق هو تجذر الفكر الوهابي. ما في ايه؟ في المؤسسه الدينيه؟ في كل النواحي، في كل المؤسسات. يعني لما في المؤسسه الدينيه نفسها بمنتهى الصراحه. بمنتهى الصراحة هو يعني الاعتقاد ان هذا الفكر ربما يكون احنا اتربينا عليه، وما تربينا عليه بنقدسه، وده وضع طبيعي. يعني انا اقول لحضرتك ده وضع طبيعي على كل المستويات، سواء كنا كنسيا او ازهريا او دينيا وخلافه. ما كنسيا ما قدس اي حاجه، مش تربينا مشكله، ما تربينا عليه. قدست اي حاجه حتى لو كانت غلط، احبوا اعدائكم باركوا لعينيكم. بالنسبه للمسيحيه انا مش منحاز هنا، انا بتكلم على الذي يدعو لقتل الاخر، هو اما سلفي واما اخواني. ما شفناش حد تاني، حتى المسلمين المعتدلين ما بيدعوش لقتل الاخر، ده بالعكس هو بيعارضهم، بس لما يجي يعارضهم ما بيلاقيش ارضيه يقف عليها. هو حضرتك في من يفتي وفي من ينفذ، يعني بكل تاكيد موجود. الفكره ان انا اقدر اوصل، يعني اقول لحضرتك حاجه، الاخوان المسلمين او الجماعات الاسلاميه لما قتلت السادات ودخلوا السجن فتره معينه، وابتدت الدوله تبتدي تاخد معاهم حوار، ما خرج منهم ناجح مثلا، ناجح إبراهيم. دكتور ناجح إبراهيم. يعني النهاردة حضرتك لما تسمع، لا وغير كتير في ناس، بس في ناس جت من يعني نفسها، بكل ناس تعملت عليهم مراجعات نفسها. الحرب الفكر بالفكر، أن نقتل الظلمة بالنور. يعني لا تستطيع ان تحارب الظلمه بالظلمه، لا تستطيع ان تحارب الظلمه بالظلمه. ما انا لو قادر انور لمبه خلاص كنت نورت اللمبات كلها. تستطيع ان تحارب الظلمه بالنور، تمام، تقدر تنور في وسط الظلام، بس بالفكر. لا 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 سبيل للدوله. اصحاب الفكر بتحبسوا دلوقتي يا استاذ ماجد. لا 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 بص حضرتك، يعني الدليل طبعا اسلام بحيري. انا مش متفق في الراي مع كل اللي بيقوله، لكن انا مع حريه الفكر، ان هو عايز يقضي على فكره ان واحد بيقتل واحد لغايه لانه مختلف معاه في المعتقد، هو في وده مادة يحترم هي هذا الفكر. في ماده معينه في القانون احنا جوه البرلمان كنا عايزين نغيرها، اللي هي بتاعه الحبس. يعني احنا اجتهدنا ان احنا نغيرها وفشلنا، وهنحاول مرتين. ده ضلال الاديان.
بالظبط بالظبط المطاطيه بقى، اي المطاطية حاجه يخش بالظبط ازدراء اديان بالظبط، لان هي اللي هي في الواقع ازدراء الدين الاسلامي يعني، خلينا بتستغل صريحين يعني، هي اساسا لان هو يعني قانون. المسيحيه بتستباح في كل ال انا عايز اقول لحاجة، حتى في المناهج بتاعه الازهر، وانا لا اطالب ان ده حريه راي وحريه فكر ماشي، بس عاملني على نفس المستوى لما اكون بابدي رايي في اي مساله فقهيه، ما بقولش عقيديه كمان يعني بالظبط. الفقه ده انت بتطبق عليا قانون وممكن تقطم رقبتي بيه، مش عايز تاخد رايي كمان يعني، دي حاجه يعني اكتر من كده انا اقول ديكتاتوريه ايه لحضرتك تاني حاجه، يعني. المفاجاه بقى انه قانون الزواج الديان ده كان اساسا معمول عشان حمايه المسيحيين، يعني دي البدايه. مش عايزين نحميهم بالطريقه دي يعني كده، مش عايزين نحميهم بصراحه يعني. لكن يعني انا متفق مع حضرتك ان في ماده لابد ان هي تتغير، وان احنا ما نستغلش الناس اصحاب الفكر بان احنا نكممهم، بان احنا نسجنهم عشان ارائهم اللي ربما تكون في الاتجاه الصحيح. يعني ده احنا أكيد بالظبط، وزي ما بقول لحضرتك دي لمبه بتنور، واحنا لازم نساعد الناس ان هي صاحبه الفكر المستنير ان هي تتكلم، وهو ده الطريق الوحيد ان للتغيير. مش هينفع نغير فكر الا بفكر، يعني لا هينفع نقتل، ولا هينفع نسجن، ولا هينفع نغير اي اتجاه الا ان احنا نقاوم الفكر بالفكر، وفي النهايه البقاء الاصلح. يعني دي قناعتنا. فاحنا في مصر قدامنا مشوار طويل في تعليم، في ثقافه، في تغيير اتجاه، لكن انا النهارده لابد ان انا احط ايدي على المشكله فين والحلول ايه، وابتدي اشتغل عليها. امتى نوصل لهدفنا؟ ما عندناش مشكله ناخد سنه 2 3 10 ما يهمش، بس المهم نبدا. المهم نبدا. تمام، المهم نبدا، والمهم نبقى فاهمين كويس الخط اللي احنا هنمشي فيه عشان نصلح الاتجاه اللي احنا فيه ده. تمام، انا على التليفون الاستاذ منير بشاير، رئيس جمعيه اقباط كاليفورنيا. مساء الخير يا استاذ منير. مساء النور استاذ منير. معانا النهارده ضيف عزيز على قلبنا ومتحدث لبق جدا، واختيار ناجح من البرلمان المصري لمن يمثله من على الاقل من المسيحيين المصريين، الاستاذ ماجد طوبيا. استفسار او تساؤل او تتدخل معنا في اي مشكله وبدون حد اقصى لاي تساؤل، اتفضل. الحقيقه يعني الموضوع اللقاء ده مفاجئ لي انا شخصيا، ما كانش عندي فكرة انه هيتعمل، لكن المهم يعني خلينا نتكلم في بعض القضايا اللي تهم الاباط يعني كمصريين، وتهم مصر كلها يعني كوطن وكمواطنين. تمام. خلينا نتكلم على مشكلة الفتيات خلينا نقول المتغيبات في الأول، المسيحيات. المسيحيات اللي هي متغيبات عن أهلها. تمام. احنا عارفين طبعا ان في بعضهم راحوا بنفسهم نتيجة يعني علاقات يعني أو إغراء بينهم وبين المسلمين، وفي ناس تانيين في كان يعني نوع من أنواع الضغط يعني ادت الى انهم يتركوا اسرهم. الشيء المزعج لي انا شخصيا يعني كقبطي، وانا اعتقد انه هو بيزعج كل الاقباط، اين مجلس النواب من هذا الامر؟ دي نمره واحد. واين النواب المسيحيين بالذات؟ لماذا لم يتكلموا؟ ولماذا لم يعلنوا موقفهم؟ ولماذا لم يقدموا يعني حلول لهذه المشكلة المستعصية اللي يعني مستمرة من وقت طويل، وما فيش بادرة تقول ان المشكلة دي في طريقها الى الحل؟ يعني اين مجلس النواب؟ على الاقل اليس من حق الأسرة اللي بتتخطف أو بتتاخد بنتها منها إنها تعرف اتاخدت إزاي؟ أليس من حق الكنيسة إنها تعرف
البنت دي اللي بيقولوا عليها انها اسلمت، هل هي اسلمت على اساس ام غير اساس؟ يعني الموضوع غامض وغير واضح، ومفيش معايير بيتم بيها الموضوع ده، خصوصا ان مفيش المعاملة بالمثل، بمعنى ان لو في بنت مسلمة غابت عن اسرتها وراحت علشان تمشي مع ولد مسيحي، الايام هتقوم ويمكن العائلة كلها تتهجر من قريتها، وممكن تحصل يعني دماء وتسيل ومشاكل لا حصر لها. إلى متى سيعاني الإقباط من هذه المشكلة؟ تمام. ده سؤالي. تمام، اتفضل استاذ منير. خليك معانا استاذ منير. يعني يعني بمنتهى الإجازة استاذ منير، أنا أرد على حضرتك. حضرتك لخصت القصة في حالتين، يا إما إن البنت غائبة بسبب إنه هي على علاقة مع شخص وهي ارتضت إنها تخرج من البيت بناء على رضا شخصي منها، وده طبعا هنرجع نقول انه دي علاقة، يعني كنواب احنا كنواب لا يمكن ان احنا نقدر نمنع علاقة، لان القصة دي نمرة واحد مرتبطة بالتربية في البيت، مرتبطة بالتربية ورعاية في الكنيسة، ولابد ان الاب والام يكونوا عارفين ولادهم بيروحوا فين وبيجوا منين وعلى علاقة مع مين وازاي وامتى. والقصة دي بتعتمد على انه واحد قرر انه يسيب بيته ويسيب كنيسته ويتجه بناء على رغبته الاتجاه اللي هو عايزه. انا كعضو مجلس نواب اتدخل ازاي في هذا القضية؟ دي حاجة. طب تسمح لي، اتفضل. تسمح لي، هي ما راحتش عشان هو بيقول يعني من ضمن الحالات يا استاذ منير، وهيكمل تتزوج او هو من ضمن الحالات. انا بقول لحضرتك دي الحالات كلها، انت حضرتك يعني اتكلمت عن حالتين، حاله أي أي. حاله بناء على علاقه خرجت برغبتها الشخصيه، خرجت لتعتنق دين اخر، مش خرجت عشان تتزوج. حضرتك ما هي حره، يعني هي النهارده سابت بيتها وراحت ارتبطت بشخص معين وهي راضيه عن هذه العلاقه، فمحدش هيجبرها، هي خرجت وسابت بيتها وسابت كنيستها. انا اتدخل ازاي؟ دي في الحاله الاولى، دي في الحاله الأولى. اتدخل في حاله اذا كانت هذه البنت قاصر. طيب في سؤال في الحته دي، اتفضل. لو البنت دي كانت مسلمه وراحت للمسيحيه، هل سيسمح لها؟ لا. طيب انا هشيل الحرج على الاستاذ ماجد. انا مستعد اقول البنت المسيحيه اللي بتروح بارادتها تروح زي ما هي عايزه، اوكي، بس كمان يكون في المعامله بالمثل، ان البنت المسلمه تروح زي ما هي عايزه. ما انت عندك الماده الثانيه لا تسمح بده، الماده الثانيه بيسقف. الماده الثانيه دي انا شخصيا معمولة عشان تظلمني، ما اقدرش اخدها. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني طبعا حضرتك، انا من وجهه نظري القضيه الاولى انه خروج، انا اقدر احكم على اللي ليا، انا ما اقدرش احكم، يعني كل اللي اقدر اقوله ان انا كبنت مسيحيه تركت بيتي وتركت كنيستي بناء على قناعتي لعلاقه شخصيه مع شخص، انا اتحمل مسؤوليه هذا الامر طالما انا شخصيه عاقله عديت ال 18 سنه وغير قصيره. دي في الحاله الاولى، ما دي في معلش انا هرد على حضرتك على حالتين. الحاله الثانيه ان حد اخذها واجبرها، اوكي، دي ساعتها لا طبعا لازم نتدخل. تمام، لازم نتدخل. يعني انا اقول لحضرتك، انا عشت في الصعيد في انا في نجع حمادي في سنه 2014 2015 كانت حالات الخطف مش البنات، الخطف حوالي 80 حالة عندي في مدينتي نجع حمادي، وكان كلهم ال 80 حالة خطف بهدف فلوس، انه فدية، طلب فدية، وتقريبا رجع من ال 80 حوالي 79 دفعوا، واحد ما دفعش. وكانت الناس بتتاخد في العربيات ماشيه في الشارع، يوقفوا وياخدوها او من بيوتها او من محلاتها ويخشوا يخطفوها. على ما اعتقد بسبب الفلوس
بيستهدف الغني مش بيستهدف بالظبط. القبطي، لم تتم، والغني ده ممكن يكون قبطي ممكن يكون مسلم. لا لا لا، هو دي مشكلة تانية، دي كان مشكلة جزء أمن. كبير منها، ما انا جاي لحضرتك، أي. كان جزء كبير منها اقباط. يعني حضرتك يعني لو 80 حالة كان فيهم منهم تقريبا 79 حالة اقباط، لكن الحالة اللي بقول لحضرتك فيها ان ما فيش ولا واحدة في 80 بنت، لكن كانوا كلهم بهدف الفلوس. ده خطف مهدف، عارفين ان ده معاه فلوس وده يقدر انه يدفع، فبيشيلوه من اي حتة في اي مكان هو موجود، وبعد ما يخطفوه يبتدوا يتفاوض، عايزين 2 مليون، عايزين مليون، عايزين نص مليون وخلافه. ده خطف يعني واضح وصريح. انا اؤكد لحضرتك انه الخط يعني في مصر ما فيش بنت بتتشال تتحط في عربية الا يعني ده ضعيف جدا بأمانة، يعني عشان أكون بأمانة وصراحة، في جزء كبير بيطلع بناء على علاقة، والعلاقة دي بتكون تقصير من البيت وتقصير من أن أنا أتابع أولادي. الأم المصرية النهاردة منهكة والأب المصري منهك وبيشتغل شغلتين، والأم مش فاضية تربي بلادها، لو بتسألهم فين رايحين فين ولا جايين منين، وبالتالي في تقصير من التربية في الأسرة المصرية، في تقصير من الكنيسة في متابعة أولادها. الكنيسة مش بتأثر؟ لا لا، عن طبعا الأعداد، الأعداد الكبيرة معلش، بس هو المراعاة الشخصية دي أنا عايز أقول إن في إغراءات بتبقى للكمان الخادمات، يعني في أسعار بتبقى مقدمة من ضمن جهات معينة، أنا لا أعرف هذه الجهات، المفروض إن مباحث أمن الدولة تقول الجهات دي وتعلن عنها، ان البنت العاديه ليها مبلغ، الخادمه ليها مبلغ، بنت الاسيس او زوجه الاسيس ليها مبلغ، الدكتوره الصيدليه المؤهل ليها، دي مبالغ متفاوته، ده بتعلن عنها، يعني في جمعيات حقوقيه وصلوا ليها. انا يعني لا انكر انه ممكن يكون في حد بيمون هذا الاتجاه، ده موضوع انا لا انكره موجود، لكن كل اللي انا اقوله اني انا ولادي في ايدي، ان قصرت في تربيتهم وان قصرت في متابعتهم، ما هو ده مش ضحيه، في بس هو ضحيه، ضحيه اذا اخذ بالقوه، ما هو يعني خلينا نحط النقط على حروف مع قاصر، انا ضحيه اذا اخذ بالقوه، ما كانتش قاصر، انا ماليش الحق ان انا اقول فيها حاجه، وفي نفس الوقت اذا خرجت من البيت وهي غير قاصر بناء على قاصر، انا ما بتكلمش فيها، بناء على قرار، على قرار منها بكل تاكيد في خلل في التربيه، في خلل في المتابعه، في خلل من ناحيه البيت، ممكن في خلل تكون مهدده، ممكن يكون عليها وسيله تهديد، ما هو خوف، هي 17 ولا 16 سنه دي ايه؟ لا ما هو احنا بنتكلم على القاصرات، القاصرات القانون يلزم، القانون مع ذلك يلزم، مع ذلك بيتم اخفائها. يعني انا اقدر اقول لك ده جزء من المشكله، لكن القانون بيلزم انه في حاله أيوة اذا كانت قاصر بعافية، ان هي لا يمكن اشهار اسلامها. الحاله بتاعت اللي هي في الصعيد قريب دي، مارينا واختفت او اختطفت او اي مسمى، او عايزه تؤسلم باجبار الاسلمه، حضرتك مدرك القصه دي؟ يعني مش هاخدها مثلا ومش هاخدها تشهير بالبنت او بانها عايزه، لكن هاخدها من انها قاصر وان اهلها لحد الان ما سلموهاش، وفي شهور قليله على انها تبقى 18 سنه، هنستنى لغايه لما تبقى غير قاصر وبعد كده تاخد الخطوه وبعدين نقول لا احنا لا لا بالنسبه لمارينا، بالنسبه أيوة لمارينا لا، هي يعني هي ان شاء الله راجعه، ما تقلقش راجعه، طب ده تاكيد، ده تاكيد وعد، ده وعد، هجيبك على التليفون، هات لي على التليفون. في حالات تانية اتقالت قبل كده وعود كثيرة، ومن ضمنها حد قال انها رجعت،
وبعدين الراجل اللي عماد جاد وقفوها قال انها رجعت، وقال انها بعد كده ان الامن قال انها رجعت بما باعتبار ما سيكون، ودي كانت يعني هو استعجال، هو حب يدي سبق ان النواب يتدخلوا في الموضوع ده، وده شيء ايجابي برضه يا استاذ منير خليك معايا فيه. احنا تواصلنا على الكنيسه فكرة. مجرد انها تتدخل بقس او قمص او اسقف فبنلاقي من الناحيه الثانيه اتقلبت دينيه وبيت العيله اشتغل، احنا بنبعت قسيس او قمص من هنا هم بيبعتوا 40 50 شيخ، على ما يخلصوا كلام يكون البنت اسلمت واتجوزت وراحت السعوديه ولا راحت اي حته ثانيه. فاحنا بنقول ان الحل الاجتماعي ممكن يسندوا الحل السياسي بالنواب، والحل الديني لا مكان له الان على الاقل ان احنا نبدا بده. فنشجع الموضوع يا سيد الفاضل امني في البدايه، ده واحده اتخطفت ما لازم الامن يتدخل ويرجع البنت دي. ما حضرتك ما بتبقاش اتخطفت، هي بنقول انها لو قاصر يبقى في اجراءات اغراء حصل وبتاع بما يعادل الخطف. القاصر لما تتخذت ما اتخطفت، لان القاصر دي يعني ليست لها الاراده قانونا الكاملة ايوه لكي تتصرف في قانونا هذا الامور. قانونا ايوه قانونا ايوه حضرتك، ان طالما هي قاصر يبقى لابد ان الاب بموافقه الاب والام، وخروجها بعدم موافقه الاب والام تبقى خطف، ده يعتبر خطف طبعا. وهو فعلا الاب قدم بلاغ خطف في مركز الشرطه، وتم اجراء حاجات كتير وتدخلات كتير، ومنهم انا كنت على تدخل مع جهاز الامن ومدير الامن والمحافظ، ودكتور عماد جاد كان على اتصال بالجهات الامنيه، وتم التاكيد ان شاء الله بفضل ربنا هتسمعوا اخبار كويسه بدون تفاصيل. الحالات اللي بعد كده يعني عايز اقول حاجه يا استاذ منير خليك معايا فيها، لانها قاصر موضوع يعني. موضوع الفتاه القاصر ده ممكن ان احنا نحله، لكن هو موضوع اسلمت الاضالت او غير الاضالت، او واحنا ليه نخلي المشاكل الاجتماعيه تتحول الى دينيه؟ طب ما نخلي الحل السياسي يخش شويه علشان ما نخليش المشاكل الاجتماعيه تتحول الى مشاكل دينيه. حضرتك رايك ايه الاول ده في الموضوع ده يا استاذ منير؟ ايجابياته اصله انت مش في امريكا، انت في مصر. اوكي، المساله في مصر هي مساله دينيه اساسا. تمام. لان البنت دي لو كانت هي مشيت مع شاب بدون ما في احتمال تغيير الدين او ما كانت هتبقى يعني مشكلتها اقل بكتير من الموضوع. يعني انت لان الاختلاف الديني بيمثل ايمان كامل ان البنت دي يعني هتروح السماء او هتروح يعني جهنم. فانت لما تكون بنتك اتخذت علشان مش بس تروح تتجوز واحد يعني على غير ارادتك، لا دي هتروح وتسيب الايمان وتهلك الى الابد. فهنا المشكله مشكله دينيه في الاساس. طبعا لما تكون البنت واعيه وفاهمه هي بتعمل ايه من حقها انها تغير، محدش قال حاجه خالص. لكن احنا بنتكلم على الحالات اللي بيغرر بالبنات اللي هي لا تفهم شيء في المسيحيه ولا تفهم شيء في الاسلام، وتتاخد ويسلموها وتنضم لدين اخر وهي لا تدري ماذا تفعل. كان في زمان حاجه اسمها جلسات النصح، اتلغت. احنا مش عارفين ليه اتلغت لغايه دلوقتي. لغاها يعني حبيب العدلي بناء على موضوع وفاء قسطنطين اعتقد، وعشان الكنيسه نجحت في استرجاع وفاء قسطنطين او على هذا سبيل المثال يعني، وقالوا وفاء اختنا وبيطالبوا بيها السلفيين والاخوان والمظاهرات اللي احنا كنا شايفينهم وكانت ضد قداسه البابا شنوده وقتها وتدخل الكنيسه، والموضوع بقى تفاقم. فحبيب العدلي عمل مش ديل، هو خد القرار من نفسه قال انا خلاص دي رجعت احنا نلغي بقى النصح والارشاد، وفعلا بعد كده تم هذا الموضوع انه ما فيش دلوقتي لا نصح ولا ارشاد ولا بيشوفوها من اساسه، ودي مشكله النواب حاليا. يعني ردك ايه على موضوع النصح والارشاد واسترجاعه ازاي يعني؟ بص سعد، يعني انا ممكن اقلق جدا اذا كان هذا الاتهام موجه للدوله، ان هو الدوله امنيا ممكن تساعد في هذا الاتجاه.
يعني ده مهم جدا، لازم نبقى واعيين بيه، انه لو انا شايف ان الدولة بتزق هذا الاتجاه وبتدعمه، هنا الخطورة الشديدة اللي لازم نقف عندها. لكن ان كان هذا المخطط مخطط خارجي جايلي من اي دولة تاني جنبي وبيحفز الشخص اللي بيعمل كده، فانا مش هقدر اسيطر عليه. يعني انا مش هقدر اسيطر عليه كدولة كمصر. لو انا شايف ان مصر هي اللي بتساعد في الاتجاه ده، انا محتاج ان انا اقف مع نفسي شويه. ما هو الامن بيغض الطرف، الامن بيساعد في طرف الموضوع. الامن بياخد تعهد على بالنسبه لك طبعا، انها انت مسؤول برلمان، فبتاع الامن مش هيقول لك الحقيقه ايه. لكن هو انا مش عايز افتش في النوايا، لكن دي النتائج انا اقدر احسب، مش النوايا، احسب الفعل. تمام. لما البنت بتبقى مختفيه زي البنت دلوقتي وفي وعود من الامن باسترجاعها، يبقى الامن متداخل، يبقى الامن عارف ايه اللي بيحصل، يبقى الامن فاهم ايه اللي بيحصل. بس في 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 قضيه ما بين الامن بيساعد في كل القضايا، الامن بيبقى عارف. يعني انا 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 ليا اللي انا تدخلت فيه وشفته. أيوة انا عارف. احنا يعني عشان يبقى الكلام واضح، انا ما تدخلت فيه وشفته بنفسي، هما القضيتين بتعود الاقصر والقضية بتاعت انا وفي القضيتين ما وجدته، انا لا يمكن بمنتهى الامانة، يعني انا لو في شك 1% في اتجاه امني معاكس، هقول بمنتهى الصراحة ووضوح، لا انا ما وجدته هو تعاون بمنتهى الامانه وبمنتهى الصراحه. يا استاذ ماجد، الامن هيجي يقول لك انا بعمل كذا، ما هو لازم هيبقى متعاون مع حضرتك، انت راجل، انت مؤسسه تشريعيه. انا يهمني النتائج استاذ عادل، يعني انا النتيجه لغايه دلوقتي ما شفناهاش، ده وعود، مجرد وعود. يعني في العدسات هذا الموضوع انتهى خلاص، المشكله بتاعت العدسات انتهت خلاص واغلق الملف. في مشكله مارينا ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي هتسمعوا اخبار كويسه جدا. انا بتعاون امني محترم ومنظم وحكيم. يا استاذ منير اتفضل. ال- ال- الكلام اللي بيقوله الاستاذ ماجد بانه شاف في تعاون من السلطات وكده، ممكن يكون طبعا، يعني مش ممكن، هو انا اعتقد انه صح يعني هذا الكلام. تمام. بس دي حاله يعني خاصه، نتيجه كانت قرب زياره الرئيس ل زي حاله قبل كده ترامب امريكا، ويعني كانوا عايزين يحلوا الموضوع ده باي طريقه بحيث ان ما تعملش شوشره على الزياره. لكن احنا بنتكلم على الموضوع بصفه عامه، دي مئات الحالات، وحتى لو كانت اقل من مئات، عشرات، برضو خطيره. لو كان واحده بس برضو يعني حاله خطيره. طب حضرتك، ان واحد انا برضو عايز اسمع حضرتك يا استاذ منير، يعني حضرتك برضو احنا بننقل وجهات النظر، واحنا نقدر يعني نوصل وجهه نظر حضرتك. وجهه نظرك الحل ايه؟ يعني برضو نفسي اسمعها وافهمها من حضرتك عشان نقدر نوصل برضو احنا صوت لحضرتك وصوت لكل المصريين، نقدر نوصل وجهه النظر بمنتهى الامانه وبمنتهى الصراحه. حضرتك احب اسمع وجهه نظرك. وجهه نظري الاتي: ما ترضوه على البنت المسلمة ينبغي أنكم ترضوه على البنت المسيحية. المساواة الكاملة يعني. المساواة الكاملة. إذا كانت دي لا تستطيع أنها تتحول. بس في إجراءات في الأول يا أستاذ منير. يبقى الثانية لا تستطيع أنها تتحول. المساواة الكاملة. نعم. في إجراءات. المساواة الكاملة. إحنا مش دولة مواطنة. ما دولة المواطنة يبقى ما تحطش الديانة في خانة البطاقة. اصل انت لازم هيعرف الديانه، هو اللي هياخد البنت هو دي ويضغط عليها وعارف انها مسيحيه. ما هو بيعمل اسلامه ازاي؟ انه بيعلم في البطاقه انها بقت مسلمه، مش كده؟ اللي بياخد واحده عشان ياسلمها هو عارف البنت دي ايه، وفي على علاقه بيها، ان كان عن طريق يعني بناته او عن طريق اي بنات اخرى بيصاحبوا البنت، وهي بتبقى عمليه يعني طويله، بتاخد احيانا وقت، مش في لحظه بتتم يعني الحكايه دي. فالموضوع يعني معروف ومحبوك ومعروف للبنت المسيحيه. لا ما شفناش. طيب تقدر تقول لي مثلا حصل ان في بنت مسلمه اتخطفت؟
لا ما اتخطفتش، بس في بنات مسلمات كتير اتجهوا للمسيحية بس ما نعرفش عنهم، لأن يعني لو تعرفنا عنهم يبقى يوم إعدامهم يعني. اتجهوا للمسيحية يعني بطريقة مختفية، بحيث ان هو لو تعرفت كانت الدنيا هتخرب. بالظبط. لكن انا بتكلم يا اما انك انت دي تبقى عملية قانونية واضحة تتم من الطرفين، يا اما تعمل قوانين تنظمها برضو للطرفين. يبقى الحل هو العلمانية الكاملة والمواطنة الكاملة، وزي ما انا بقول ان مفيش حاجة تدل على ديانتي موجودة في الحاجات الرسمية، ودي بدأها الدكتور جابر جاد نصار بان جميع اوراق الجامعة ما بدأهم ما يصحش انه تمتش. يحط فيها مسيحية ولا مسلمة او مسيحي او مسلم. اللي ابتداه الدكتور نصار رئيس لم جامعة يتم، القاهرة. وقف في مجلس الشعب، وقف البرلمان قصدي، لا لا وقف لا البرلمان، لا لا يعني لا لا رئيس لا لا البرلمان خالص المفروض وقفتش. يكون. لا نعم الموضوع ده ما مشي دلناش خالص في البرلمان على مشي فكرة سيدي خالص منير. مشي مشي لا لا مشي لا مشي ما تعرضش علينا أساسا في البرلمان. لجنة الشؤون الدينية هي اللي رفضت. حضرتك أعلنت رأي يا أستاذ منير ما رفضتش ما جالهاش لا حاجة. لا 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 طب والرأي سلطان، ده إيه؟ ما هو رأي قال لك لا يجوز. ما هو لا يجوز كده شفهي وإعلامي، لكن ما فيش حاجة ورق جاء لهم ورئيس مجلس الشعب ما حولهمش حاجة، حضرتك وده قاله جابر جاد نصار نفسه. لا سلطان للمجلس النواب على الجامعة، يعني مجلس النواب يعني بيسن الموضوع ماشي، القوانين. ما فيش ورق في جامعة القاهرة دلوقتي بيتكتب فيه ده مسيحي ولا مسلم، بس البطاقة الرقم القومي مكتوب فيها مسيحي أو مسلم. اللي انا فاهمه ان الموضوع وقف. اي دونت لا نو لا ما وقفش، بس هو وقف. من ضمن الحاجات اللي بتبقى مقدمة صورة من الرقم القومي، والرقم القومي بتاع الدولة مكتوب فيه على مسيحي اي أو حال، مسلم. هو اللي عايز يعرف الديانه هيعرفها. فحكايه انك انت تشيلهم البطاقه الشخصيه دي مش معناها ان هي هتحل التعامل بيها المشكله، مش لكن المعرفة يا أستاذ وجودها في منير، البطاقه الشخصيه مش المراد بيها التعامل. يعني شيء مقزز، يعني انك انت ان واحد يتحط ديانته في البطاقه الشخصيه، بالظبط. مش لانه علشان تحميه من، لا اللي عايز يعرف دين الشخص هيعرف. تمام. مش دي المشكله. المشكله بسؤاله شخصيا شكلا. لو عايز يقوله، يعني نعم بسؤاله شخصيا حتى لو عايز يقول له انت ديانتك ايه يعني. طبعا ما هو بص في حضرتك، طرق هي كتيره، احنا اللي بنصطدم حاطط صليب على بعقبات دراعه الصمونية. واللي حاطط اللي اسمه جرجس هيبقى ايه؟ هيبقى مسيحي. هي الفكره طبعا لما بتيجي تناقش مشكله زي كده بتصطدم بعقبات، منها مثلا عقبات الزواج، ومنها عقبات الميراث وخلاف، انه يعني في شريعه بتطبق بناء على الدين، منها الزواج ومنها الميراث وخلاف. ف يعني الموضوع في مصر محتاج علاج ديني ثقافي تعليمي، يعني الموضوع هياخد وقت ما تتخيلش. انت عارف طبعا العقلية المصرية والتفكير المصري والعقيدة المصرية، موضوع تغيير نوعية التفكير واتجاه التفكير لازم نشتغل عليه، لازم نشتغل عليه. بس هو يعني كنت لسه كنت بتكلم مع استاذ عادل، احنا محتاجين نبتدي، ولازم يكون احنا عارفين احنا النهارده احنا فين، واحنا كمان 10 سنين عايزين نوصل لغايه فين، وخلال 10 سنين اللي جايين دول نشتغل خطوه خطوه، لانه تغيير الفكر لابد ان يكون بالفكر، ولابد ان احنا نواجه الفكر المتطرف اللي لا ننكر ان احنا موجودين في مصر في دوله اتاثرت جدا بالفكر الوهابي السعودي اللي جاي من الخليج، وإن القصة دي عشنا فيها شبه 40 50 سنة. وبالتالي لما تيجي تعالج مشكلة دينية ثقافية تعليمية زي اللي احنا بنتكلم فيها، احنا بنشتغل يعني لازم نشتغل على كل المستويات. يعني التغيير ده الحل اللي هو على المدى الطويل. احنا بنتكلم دلوقتي طبعا حل المدى السريع الطويل ده عمي. مفروض يكون في خطة لوجود حلول على المدى الطويل، لكن انا بتكلم في الـ 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 الوقت الحاضر. احنا مش هنستنى 10 سنين علشان مئات البنات تترك اسرهم وتسيب يعني عائلات محطمه. تصور يعني انا ما اعرفش حضرتك عندك بنات ولا، لكن عندي. انا اب وعندي بنت. اتصور انا يعني دلوقتي وانا بفكر ان حد خطف بنتي علشان الله يزوجها على غير يعني إرادة الأسرة
وجايز غير إرادتها كمان هي، وكمان يأسلمها عشان تبقى جزء من دين آخر. يعني نحن كأسرة مسيحية لا نقر، يعني كيف يكون يعني ما فيش شعوري أي أسرة إن أنا مسيحية أو مسلمة هتكتفي كده؟ يعني لو كانت ماتت كانت أريح ليا. تمام، أكيد أكيد أنا معاك، أنا مشكلة أنا صعبة. واثق، بس هي مشكلة شائكة جدا ومعقدة جدا، مرتبطة بالفكر الديني ومرتبطة بالثقافة، مرتبطة مرتبطة بسلطة بالتعليم، المؤسسة الدينية في مصر، مرتبطة كمان بالعادات الاجتماعية للمجتمع المصري. مطلوب حلها بفكر تتبناه الدولة، وتغيير الفكر والثقافة والعادات الاجتماعية وخلافه. قصة هتاخد وقت طويل جدا، لازم نشتغل عليها. كل ما يمكن ان احنا نقوله هو تطبيق القانون النهارده. يعني انا طبعا كل يعني احترم كلام حضرتك، كل ما يمكن ان احنا نقوله تطبيق القانون العادل كمان، لان ممكن احيانا يكون القانون ظالم. فاحنا الفكر ازاي ممكن نعدل القوانين اللي ممكن تكون بتاخد اتجاه احنا مش راضيين عنه كمجتمع، وده الحل السريع اللي ممكن نحاول ان احنا نتحرك فيه. لكن بكل تأكيد احنا برضو لازم تفهم ده مجتمع، او واحنا بنتكلم في مجلس النواب، فيه انت عندك 600 نائب، كل واحد ليه ثقافة معينة، تربية معينة، اتجاه معين. في حاجات قد نصطدم فيها، وفي حاجات قد نتفق فيها، ولابد ان احنا عشان نتفق نكون اغلبية، وده محتاج وقت شوية. خلي بالك ان المجلس النواب بيعبر عن المجتمع، فيعني في سلفيين يعني نأمل 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 بكل تأكيد في ان احنا يكون عندنا قدرة على برضو في سلفيين، ان احنا بهدوء على الاقل سلفيين الفكر، يعني نغير بالتعليم، بالثقافة، بالتغيير في الفترة اللي جاية ان شاء الله فضل ربنا. يعني املنا كبير. لو عند حضرتك اي فكر احنا مستعدين لتوصيله بوضوح، لو محتاج انك انت يعني توضح حاجة نقدر نقوم بيها، احنا تحت امرك. لكن في النهاية بكل تأكيد هدفنا ان مصر تتغير للافضل كمسيحيين ومسلمين، وان البلد ترجع مصر الجميلة اللي كانت في الخمسينات والاربعينات والتلاتينات، اللي كان فيها كل الناس عايشة مع بعض بمحبة ومودة وسلام، وكان في قبول للاخر، وما كانش في اي مشكلة ان الناس تتعايش بمحبة ومودة رغم اختلافها في الثقافة وفي الدين والعقيدة. استاذ منير عندك حاجة تاني؟ لا، اللي انا عايز اقوله على الاقل، على الاقل ان يكون في جلسة النصح دي، او جلسات النصح اللي هي لغاية ترجع تاني. ده اضعف الايمان. تمام. ان يكون البنت دي يعني حد يعني يقعد معاها ويشوفها، هل هي فعلا اسلمت، هل هي حصل ضغط عليها، هل هي فاهمة الاسلام، هل هي يعني داخلة بارادتها وعارفة هي بتعمل ايه. كل اللي عايزين نشوفه جدية الموضوع ده. تمام. يعني تغيير الدين ده مش مسألة يعني تتم كده بسهولة، يعني بالظبط لازم يكون الشخص ده فاهم هو بيعمل ايه. لا، واذا كان غرر بيه يجب ان هو يعني حد يفهمه. أوعدك إن شاء الله ننقل وجهة النظر، ونضغط إن شاء الله بقدر ما نستطيع، ونحاول إن شاء الله نرجعها. ده أضعف الإيمان. حاضر. شكرا جزيلا أستاذ منير بشاي، رئيس جمعية أقباط كاليفورنيا، للمداخلة وللرأي. لا، ربنا يخليك أستاذ ماجد. يعني في تصورين لحل المشاكل دي برضو من جذورها. الحلين في إيد الدولة، هو شيل بطاقة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، ودي هتحل إشكالية كبيرة. وفي نفس الوقت أنا راجل مسيحي بعتز بزواجي في الكنيسة، وعشان رأيي ما تفهمش غلط، إن الزواج المدني، أنا إما دولة مدنية وإما دولة ثيوقراطية، يعني دولة دينية. طالما دولة دينية يبقى الزواج ديني، وده في مصر كده، الزواج لا يتم غير في المسجد أو في الكنيسة. بالظبط. فمن الزواج بحدد اتجاه الدولة. الدولة هنا ليست علمانية وليست مدنية على الإطلاق،
بان الزواج والعلاقه الاجتماعيه المنظمه ما بتنظمهاش الدوله، بينظمها المؤسسه الدينيه. صحيح. سواء كانت الازهر او الكنيسه. صحيح. ايه العائق في ان يبقى في زواج مدني؟ في زواج مدني في مصر، ولو ان بيبقى اللي هو زواج الواحده بتتزوج من اجنبي او واحد بيتجوز من اجنبيه، وهنا برضو بتتدخل الشريعه. وما اعرفش بيتم ازاي، يعني لو واحده مصريه عايزه تتجوز واحد فرنسي مثلا ما اعرفش بيتم ازاي مدني، انا مش يعني مش متخيلها ومش موضوعنا ان انا اقوله دلوقتي. لكن اللي موضوعنا دلوقتي ان هو بيبقى في زواج مدني، الدوله مسؤوله عن اتنين موجودين طبعا بعد شيل خانه الديانه من البطاقه، تمام، عن ان اتنين بيتفقوا على الزواج ايا كان بقى عقيدتهم، عقيدتهم بينهم وبين ربهم. بالظبط. هو ده الحل الوحيد لهذه الازمات الطائفيه. ايوه، مش حل، لانه هنصطدم بواقع، واقع انه يعني الشريعه الاسلاميه بتمنع زواج المسلمه من مسيحي. ما انا في دوله علمانيه، ما هو لا انا مش في دوله دينيه، يعني ما انا اما في دوله دينيه ونقول ان احنا ونعلن ان احنا دوله دينيه. بالزبط. انما لا، اعلن ان دوله مدنيه ودوله علمانيه وفي الاخر انا ماشي دينيا واقول لا الدين يحترم، لا الدين يحترم على عيني وعلى راسي، بس الدين بيني وبين ربنا. أيه. لو انا دوله مدنيه ودوله علمانيه يبقى الدين مش جانبا علشان ما احقرش من الدين واقول ان ياخدوها عليا، لا الدين على راسي وعلى دماغي من فوق، بس الدين في المسجد او في الكنيسه. تمام. انا ليا قناعاتي الشخصيه، انا لو مسلم اسلامي صحيح هروح اتجوز في المسجد، لو انا عايز اسيب الاسلام هو حر، لو انا عايز اسيب المسيحيه ما حر، ما هو يبقى هو هنا المساواه وتطبيق القانون بعداله. وهو ده اللي انا اقصده، انك انت بتشيل السيف اللي موجود وبتديه للدوله، بتبقى مسؤوله عن ان دي بتحمي الانسان ماجد طوبيا او الانسان عادل جورج في المكان بتاعه، سواء ده كان مسلم او مسيحي او يهودي او درزي او بوذي ايا كان ديانته، مش مشكله. وفي نفس الوقت هي بتدي الزواج المدني، لان انا مش عايز اتجوز على الشريعه الاسلاميه ولا عايز اتجوز على الشريعه المسيحيه، انا حر انا انسان، فبتديني الدوله بتراعي الانسانيه، يعني ما بتراعيش حاجات تانية، بتعمل قوانين لمراعاتها الانسانيه، بتحكم الشارع ما بتحكمش المسجد من جوه ولا بتحكم الكنيسه من جوه. تمام. الا اذا كان في حاجه مخالفه للامن، ده وضع مختلف. تمام. فهو الحل هنا في ايد الدوله، الدوله متقاعسه تماما عن ايجاد الحل ده وسايبه السلطه الدينيه، بدليل وجود بيت العيله. بيت العيله معروف هيمنة الأزهر على المواقف وعلى الحل العرفي، مفيش حل عرفي بيتجه لاتجاه الضحية أبدا، كله بيتجه لاتجاه الدين. وحتى في الحاجات الحلول إن هو الدين الأعلى، يا سيدي الدين الأعلى ولا مش الأعلى، أنا مش عايز الحل الديني يبقى هو مشاكل الاجتماعية تحل دينيا، لأن أنا كده أنا بفاقم المشكلة. بما أنك سياسي وأنا انتخبتك تمثلني سياسيا، فأنا عايز الحلول دي توصل للدولة، ان شيلت خانه الدين من البطاقه والزواج المدني، الدوله مسؤوله عن الاثنين دول، وطبعا تطبيق القانون بالمساواه. عشان نبدا بدوله نعمل ايه؟ ما احنا بنكلم عضو مجلس النواب اللي احنا منتخبينه. تمام. يعني بص حضرتك، بالنسبه لان احنا نشيل خاله الديانه من البطاقه، بكل تاكيد هي هتحل مشاكل كتيره، لكن المجتمع غير مهيئ ليها. يعني المؤسسة الدينية المجتمع يعني مهيئ ليها ويقبلها، يعني محتاجة تمهيد عشان سيادي. يعني عشان نوصل للمرحلة دي، يعني الأردن عملتها، الأردن مملكة الأردن لا تعملها. تقارن مصر بأي دولة تانية. ما أنا مش بقارن، الأردن عملتها وتونس عاملاها، ده تونس عاملاها كمان شريعة الزوجة الواحدة، أنا معاك، يعني متخطية كمان. أنا وتونس معاك. مش مسلمين؟ لا مسلمين طبعا. طيب. مسلمين طبعا، بس هو المستوى الثقافي، والمغرب دلوقتي المستوى يعني الثقافي، الانتقال من دين لآخر. الدول العربية سبقتنا يا أستاذ ماجد يا فندم، احنا في قالب، محطوطين في قالب، مش عايزين نتحرك منه. لا، ما أنا هقول لحضرتك حاجة، أنت بتقارن تونس والمغرب والجزائر. أنا ما بقارنش، أنا بقول لك حدث. أنا أقول لحضرتك طبعا ثقافتهم وكل تونس حاجة، تونس والمغرب والجزائر مفهومش مسيحي، فيهم مسيحيين دلوقتي حاليا، لكن يعني اللي خلاهم محطوش خانة الديانة في البطاقة لأنه أساسا مفيش مسيحيين، يعني ده الاتجاه. انما مصر الاردن فيها مسيحيين. لا، ما انا بكلمك، بس انت قلت لي له تونس كمان، هرد على حضرتك. تونس والمغرب والجزائر دول دول اسلاميه منذ سنين طويله لم يعيش فيها مسيحي واحد، لكن للتغيرات الحاليه
طبيعي هو مش كاتب خانه الديانه، وبالتالي يعني لو رئيس الدوله قال ان احنا هنشيل خانه الديانه إحنا من البطاقه بكره الصبح، ايه اللي يمنع ده؟ احنا مصر كانت هي واصله له الاول ولا مش واصله له؟ واصله له، بس النهارده عشان اوصل في النهايه للحل ده، انا احنا نطمح للحل ده ونحاول ان احنا نوصل دي، بس عشان نوصل دي انت لازم تجهز. يعني حضرتك مش ممكن توصف، انا مش هقدر اجهز، ما هو انت اللي في ايدك السياسه ماشي، انا معاك، انا معاك، اعلنوا حتى مبدئيا ان احنا نناقش ده. امين ده السلفيين اللي عندكم في المجلس حضرتك رافضين ان الموضوع يتناقش من اساسه. في مجموعه من النواب المسلمين تبنوا هذا الامر حضرتك، يعني في واعلنوا ده، وانا حضرتك كنت موجود في المجلس، واحد النواب المسلمين المحترمين قام وقال يا اخوانا عايزين نلغي خانه الديانه، من قبل بعاصفه من الرفض. يعني عشان كده انا بقول لحضرتك موضوع حساس جدا، انت لما تيجي تلمس موضوع يمس على العقيده ويمس الاعتقاد ويمس الثقافه ويمس، مش هيمس العقيده، انا مسيت العقيده، ما هو بيعتقد كده. الرقم القومي ده رقم، هو انت عايز تشيل، انا رقم كام في الدوله؟ انت عايز مال ومال ديانتي؟ انت عايز تشيل هويتي الدينيه من بطاقتي ليه؟ مش هويه دي، بطاقه رقم قومي، هويتك الدينيه موجوده في شهاده الميلاد، انا ما شلتهاش. هتكتبها في شهاده الميلاد يعني؟ هتشيلها من البضاعه وتخليها في شهاده الميلاد؟ ما هي موجوده في شهاده الميلاد، انا ما شلتهاش ومش هطلب ان انا اشيلها لان شهاده الميلاد اساسيه. لكن طيب، بالنسبه لبطاقه الرقم القومي انا بتعامل، الضابط بيبص مسيحي ولا مسلم هيقابل، لانه ما اصل انا في تمييز، والمشكله ان في تمييز ومفيش مفوضيه لسه لغايه دلوقتي لعدم التمييز، يعني برضه حضراتكم مسؤولين عنها. هو في مداخله للمخرج بيقول لي مدام شهيره، مساء الخير يا مدام شهيره. سلام يا استاذ جوري، انا دكتوره شهيره. اهلا يا دكتوره، اتفضلي يا فندم. ارحب بضيفك من مصر. أهلا، تعليقين بسيط وتعلقوا عليهم لو سمحت. اتفضلي يا فندم. الحقيقه لما يبقى اسمه ماجد طوبيا، حضرتك اسمك جورجي، حتى لو اتكتب مسلم في شهاده الميلاد وفي البطاقه هتروح لامتحان اسمك جورجي هتسقط. فالموضوع الشيل الديانه من المخ بتاع الانسان المصري ان تعمل فرق، لان تمام، هيعرفوا من الاسم. دي نقطة. النقطة التانية، حضرتك بتقول الجواز المدني، طبعا الحكاية دي تنفع قوي هنا، علشان لما بيجي واحد مكسيكاني مثلا كاثوليكي بيتجوز واحدة بروتستانتية ما بتفرقش، لكن في دولة زي مصر تشيل الجواز من الكنيسة هيستفاد بيها مين؟ الاسلام بس. هتبص تلاقيهم يروح يجيب واحد يقول ان هو وكيل الانسانه المسيحيه دي ويحط ايدهم على ويتجوز مسيحيه ويقول هي وكيلها رضي. فالحقيقه فتح الموضوع ده هيضر، لا تاني جزئيه دي، في شهر الاقاوي بتروح تمضي هي بنفسها، ده لازم بنفسها. ما هو اي جواز في الكنيسه بيتسجل في الحكومه مدنيه، يعني كل الجوازات سواء في الجامع او في الكنيسه لازم يطلع لها شهاده جواز مدني برضه، والا ما يعني الكنيسه ما بتعترفش بالجواز المدني لوحده، لكن لما بيحصل في الكنيسه لازم يسجل في المدني. ففكره ان الكنيسه يعني الجواز يبقى مدني بس دي ما تنفعش في مصر في الوقت الحالي خالص، ولا يعني على المدى الطويل لما المخ المصري الاسلامي يتغير، والا هتبقى ضربه على المسيحيين وعلى الكنيسه. الحقيقه يعني انا بكلم الاستاذ النائب، هم لو يفكروا ان اي بيت ينقسم على نفسه يخرب، يعني البيت الواحد فيه ولد وفيه بنت، لو اختلف الولد والبنت البيت بيخرب او الزوج والزوجه. طب ما مصر لو بصينا لها على الشكل الكبير، المسيحي والمسلم لو حد فيهم اتخانق مع الثاني هتخرب. فكون يحصل انقسام على سبب دين او على سبب جنس او على سبب اي حاجه في الدوله، ده خراب للدوله بيعم نتيجته الاقتصاديه والاجتماعيه على الكل. فلازم العقليه تفهم ان احنا دوله واحده زي بيت واحد، ما ننقسمش على نفسنا عشان ما نخربش.
أشكرك وتعليقاتك لو سمحت. شكرا يا فندم، شكرا يا دكتورة للرأي، وأنا معاكي في الرأي الأخير ده. طبعا انقسام الدولة على ذاتها بعنصريها فعلا الدولة بتعاني من ده. أستاذ ماجد، يعني الناس بتفهم موضوع الزواج المدني فهم خاطئ شوية. الزواج المدني ده معناه حرية للمواطنة، هي مواطنة كاملة ولا دخول للرأي الديني خالص فيه، والدولة بتعفي الأشخاص دول من الرأي الديني، لا بقول عليهم مسلمين ولا بقول عليهم مسيحيين. مش معنى كده إن أنا بطلب موافقة الكنيسة أو موافقة المسجد على أساس إن الزواج المدني يتم. طبعا دي سلطة موجودة في إيد الاثنين، لا يمكن ده هيوافق ولا ده هيوافق. أنا بتكلم على سلطة الدولة، وهنا يجي الرأي التشريعي. الرأي التشريعي مش على أساس ديني، على أساس مدني، هو ده الحل. ما هو عشان أطبق القانون 100% يبقى لازم يبقى في حاجة بتبين لي إن أنا دولة مدنية. أنا مش في دولة مدنية، أنا الزواج ده ناتج معروف إنه يا في المسجد يا في الكنيسة. عشان كده الناس بتفهم موضوع الزواج المدني إن أنا بأيد الزواج المدني، أنا ما بأيدش الزواج المدني. ولو حد جه عريس لبنتي أو ابني عايز يتجوز زواج مدني أنا هرفض على المستوى الشخصي، لكن هقبل على المستوى العام إن ده مسؤولية الدولة. وهنا الفرق، يعني هي حتى يمكن وضحته في الإجابة، إن كاثوليكي بيتجوز بروتستانتية أو ملحد بيتجوز ملحدة بالزبط. أو بهائي بيتجوز بهائية بالزبط. أو بوذي بيتجوز مختلف عنه بالزبط. مختلف عنه. مصر ما فيهاش مسيحيين ومسلمين بس بالزبط. في بهائيين طبعا، وبهائيين عددهم آلاف، وفي ملحدين بالزبط. وعددهم دلوقتي تخطى المليون واحد بالزبط. زي ما بيقولوا يعني بالزبط. فده مش عايز يتجوز ده مسيح لا بالكنيسة ولا بالمسجد بالزبط. فده حريته الشخصية. أنا مش بناقش قناعتي الشخصية أو موافقة الكنيسة أو المسجد على، لكن عايز احل اشكاليه ان مفيش مواطنه، ان مفيش سياده القانون. هي دي اللي موجود. ده دي 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 محتاجين نغير ثقافه. بص حضرتك، يعني زواج البوذي من البوذيه ده زواج ولا مش زواج؟ زواج. زواج السيخي من البوذيه من ده مش زواج ولا مش زواج؟ في النهايه ده زواج. احنا فاهمين الموضوع غلط ومحتاجين نصححه، بس هو في عقبات. يعني اقول لحضرتك حاجه، الزواج المدني لما نيجي نناقشه في مصر، انت حضرتك بتقول هنشيل خانه الديانه من البطاقه، خلاص ماشي شلناها وعملنا الزواج المدني تمام، ابو مسلم والبنت والام مسيحيه وتزوجوا. طب لما هيخلفوا هم احرار، يعملوا اللي هم عايزينه. لا ما هو مش احرار حضرتك، لان هو انت حضرتك انا بقيت دوله وصيه ودوله دينيه عليهم ووصي عليهم. حضرتك الحريه ليها ثمن. القانون اما القانون ان اتنازل عن هذا السيف وهذا الكرباج، واما ان انا امسك في ايدي واقول وادعي الدوله المدنيه. القانون بيلزم ان الولاد يكونوا على مله ابيهم، وبالتالي لو في في في, في يعني لو اتنين ملحدين هتعملهم ازاي؟ على ملة أبيهم. اللي هو إيه ملحدين ده؟ مفيش، الدولة بتعترفش بالإلحاد أساسا. أنا فاهم يعني مفيش حاجة اسمه لا ديني. يعني حضرتك متخيل مثلا أنه ممكن يتكتب يعني خانة، يعني أظرف أنه يتكتب خانة ديانة لا ديني ولا بتكتبش خالص؟ بتكتبش خالص أحسن. يعني لو نفرض أن الملحدين وصل عددهم 10 مليون، لا يعني ده حاجة هترضي مصر أن هو أنا يقول له معترض. لا أو يتخانقوا ويعملوا مظاهرة. أنا مش معترض، بس هي أثرها الاجتماعية بالنسبة لمصر يعني في اعتراضات شديدة جدا من المؤسسات الدينية على هذا الأمر. طب لو انتم مؤسسة تشريعية، ما انا عايز اشوف مدى السلفية اللي موجودة في المجلس رايحة فينا فين. يعني رايحة فينا فين، داخلة فينا في حيطة. لا لا لا، هو بس الفكر بقول لحضرتك، هو في النهاية احنا بنواجه فكر، ولازم الفكر بتاعنا يكون اقوى من الفكر التاني عشان ان احنا ناخد الدوله المدنيه بما فيها بالظبط، واحترام الدين ومبجل سواء بالزبط. دين اسلامي او دين مسيحي لا. انا لا اعترض، انت مسلم كن مسلما، انت مسيحي كن مسيحيا، لكن لا تفرض مسيحيتك عليا ولا تفرض اسلامك عليا. هو ده اللي انا عايزه، كون ان واحد بيهيمن على التاني، مؤسسه بتهيمن على التاني والدوله الدينيه موجوده، فاحنا في عائق، يعائق في التفكير، وبالتالي الناتج الاخير اللي هو النهضه الفكريه اللي احنا بنطمح بيها واللي احنا عايزين نبداها من القاعده العريضه مش موجوده. اكيد انا مؤيد حضرتك ان احنا، انا عارف ان في يعني هتبقى فيها صعب، لكن انا بس عايز بس يعني في النهايه التغيير، في النهايه مطلوب. لازم تبقى حضرتك التغيير مطلوب، لكن وهيحصل. التغيير ياتي بالفكر، ما هو هيحصل بس ما نبقاش اخر الدول اللي بتغير. يعني الفكر، ما احنا دلوقتي اخر الدول بتغير. بالفكر لا مجال ان احنا نغير مصر الا بالفكر المستنير، ولا مجال ان احنا نغير الوضع السيء اللي احنا وصلنا له الا لما
يكون في نور في الافكار والافكار منيره. هو دلوقتي كل اللي بيعمل افكار منيره بنطفي عليه، كل اللي بيعمل بنشد الكوبس، والكوبس هنا بيبدا من مجلس النواب. احنا يعني انا اوعدك ان شاء الله بالنسبه لقانون ازدواء الاديان هنعمل محاوله مره تاني حاضر، بحيث ان احنا الماده اللي فيها مشكله اللي هي بتخلي الناس تاخد فرصه على اي حد عايز يقول فكر معين مستنير زي اسلام بحيره وخلافه، ان احنا نحاول نطرحها مره تاني على المجلس، ونامل ان شاء الله بفضل ربنا ان احنا نقدر ننجز فيها حاجه ايجابيه في الفتره دي كبدايه. طبعا انا اشجعك عليها جدا، ودي حاجه جميله وايجابيه لا يمكن ان احنا لان نصفق لها يعني ونقتنع بيها. احنا قدامنا دقيقه بالظبط، انا هسيب الدقيقه دي لحضرتك تقول لنا شعورك ايه وانت موجود في امريكا ونجاح زياره الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وايضا على المستوى التعاوني، اللي هو احنا بنقول ان احنا كبار طول عمرنا بنتعاون مع الكبار، فلازم نبقى احنا كبار، بدل ما نحارب الارهابيين نحارب الارهاب. دقيقه حضرتك قول اللي انت عايزه فيها اتفضل. يعني انا املي كبير جدا ان نتيجه الزياره اللي احنا كلنا كنا بنرتقبها ومستنيينها ونعول عليها الكثير تكون ليها واقع على الارض بالنسبه لمصر. مصر محتاجه الفتره اللي جايه إلى حد يسندها، المصريين فعلا محتاجين في الفترة اللي جاية إلى حد يحسوا أن يعني الدنيا ابتدت تفتح شوية، الناس متألمة من حجم الأسعار ومتألمة من الظروف اللي بتضغط عليها من كل ناحية، ومحتاجة إلى انفراجة اقتصادية في الفترة اللي جاية. نأمل أن الزيارة ينتج عنها نتائج على أرض الواقع يشعر بها المصريين على المدى القريب، لأن فعلا إحنا كوضع اقتصادي محتاجين إلى دعم كبير من أمريكا. إحنا نثق أن الزيارة ليها مردود كبير على المستوى السياسي. يعني إحنا الفترة اللي فاتت كنا عارفين ان في حرب من الداخل ومن الخارج علينا، ربما وجود ادارة جديدة ده بيدينا ثقة ان الحرب الخارجية هتتوقف. كان في حرب امريكية تركية قطرية ومن وراها يعني ما وراها بهدف اسقاط الدولة المصرية، انا اثق ان ترامب لن يستمر في هذا الاتجاه، بالعكس هو هيغير اتجاه امريكا الى يعني الى دور نشط جدا في تعديد ومساعده مصر والرئيس المصري في ان مصر تكون ليها دور قوي سواء كان على المستوى السياسي او الاقتصادي في الفتره اللي جايه. لكن نامل بفضل ربنا ونعمه ربنا ان مصر تشم نفسها نتيجه من توقف الضغط الخارجي عليها ودعم كمان من الناحية الاقتصادية في الفترة اللي جاية عشان تقدر تبني من الداخل، نتلافى مشكلة البطالة اللي موجودة والمشاكل الاقتصادية اللي على أساسها لو نجحنا وعندنا قدرة على تغيير التعليم وعلى تغيير الاقتصاد وعلى كل، يعني أنا مش قادر أصلح تعليم ولا صحة طول ما أنا تعبان وجعان وما عنديش امكانيات. انا عشان اغير تعليم وصحه وثقافه، الكلام اللي احنا بنحكي عليه ده مش هينفع واحنا مضغوطين من الداخل ومن الخارج بنتحارب من جوه ومن بره. لازم نشم نفسنا عشان نقدر نصرف على تعليم وعشان نقدر نفوق شويه عشان نحسن مستوى الخدمه الصحيه والتعليميه والثقافيه اللي موجوده في مصر. وده أملنا في الفترة اللي جاية. مصر متجهة ناحية الأفضل بنعمة ربنا وبترتيبه وبإرادته وبقدرته، اللي احنا متجهين ناحية الأفضل ومحتاجين دعمكم كمصريين في الخارج. احنا واثقين ان لينا كنوز يعني احنا مش عارفين نستغلها. انا واثق ان المصريين في الخارج لهم انتماء اقوى بكتير من المصريين في الداخل وقلوبهم في مصر أكثر من المصريين في الداخل. هم يقدروا يساعدوا، كل واحد يقدر يرمي أو يبني حط حجر في البناء لمستقبل مصر. فضلكم ساعدونا
وحاولوا تكونوا على اتصال بينا، واحنا هنحاول بقدر الامكان نكون على اتصال بكم الفتره اللي جايه ان شاء الله. ودي يعني ان الاتصالات بين مصر وامريكا تبقى على مدار السنه، ما تبقاش بس في زياره الرئيس فقط او في موعد زياره الرئيس ان شاء الله. ودي بداها الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه حينما عاد الى مصر، اجتمع بلجنه كانت موجوده من الكونجرس موجوده في مصر بتبحث شان معين، هم حطوا اساس ومطلوب يعني ان احنا نبني عليه في الفتره اللي جايه. تمام، الحديث شيق وممتع معاك يا استاذ ماجد. شكرا. خصوصا حضرتك ما بتحطش اي حد اقصى ولا حد ادنى للحديث، وشفافيه مطلقه وبتقولها وصريح كعادتك. وبقولها مره تانية ان مجلس النواب فعلا بيضم شخصيات محترمه زي حضرتك، واحنا سعداء بالحديث معاك على محطه سياسيات وحوار ورساله. وكل مره تيجي في امريكا ان شاء الله توعدنا ان يكون لينا لقاء مع حضرتك ونتناقش برضو في احوال الوطن. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. واحنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده اعزائي المشاهدين. يعني كان الحوار ممتع فعلا وشيق جدا مع الاستاذ ماجد طوبيا نائب في مجلس النواب المصري. وإلى أن نلتقي الأسبوع القادم أو بعد القادم بعد عيد القيامة مع حوار ورسالة لكم من قناة سيسات، أجمل أمنيات بالسعادة.